سمبتوماتولوجي طبعا اللي هو السترايدور والهورسنس بالنسبه للارينكس. الفوكال كورد باراليسيس، لما نتكلم على الفوكال كورد باراليس او اللارينجيال باراليسيس لازم نقول قبل ما نتكلم على الباراليسيس النيرف سبلاي، النيرف والماسلز اوف ذا لارينكس هما ايه؟ طيب هنتكلم دلوقتي على الماسلز والنيرف سبلاي بتاعها اللي بيحركوا الفوكال كورد. زي ما احنا قلنا في الالاتو انت عندك تو فوكال كوردز زي ما انت شايف في الصوره كده، تو فوكال كوردز اتاتشد ما بين الميد بوينت اوف ذا بيستيريو سيرفيس اوف ثايرويد انجل انتيريور، دي الثايرويد اهي، ثايرويد كارتلج اهي، تمام؟ الميد بوينت بتاعها انتيريور هنا، ده الادمز ابل، الميد بوينت بتاع البيستيريو سيرفيس بتاعها هنا، طالع الفوكال ليجامنت او الفوكال كورد جاست تحت البيتيول اوف ذا ايبيجلوتس، تمام؟ ده انتيريور اللي هي النقطه دي. بوستيريور هتبقى اتاتشد للفوكال بروس اوف ذا اريتينويد اللي هم دول، تمام؟ طيب ايه العضلات بقى اللي بتحرك الفوكال كورد دي تفتح وتقفل وتشدهم وهكذا، تمام؟ وطالما قلنا العضلات يبقى لازم نتكلم على النيرف سبلاي. قسمت عضلات اللارينكس الى ثلاث مجموعات، تنسور تشد الفوكال كوردز فتزود التنشن، سميناها تنسور، يعني موجوده هنا هنا تشد على قدام. الفوكال كوردز اي نعم هم زي حبال الغسيل مشدودين جامد، عامل زي وتر العود، بلاش حبال الغسيل، وتر العود. وتر العود لما يتشد لما تضرب عليه تمام يطلع صوت هاي بيتشد، وبالتالي هتشد الفوكال كورد اللي قدام دي بتنعم الصوت، بتخليه صوت ناعم هاي بيتشد، تمام؟ اللي هي موجوده هنا. خلي بالك لما الحبل اليمين والحبل الشمال يتشدوا قدام التنشن هيزيد ويقربوا من بعض، سم ادكتور اكشن، تمام؟ يبقى اول مجموعه اللي هي التنسور هنسميها كريكو ثايرويد ماسل، وانا هرسم لكم كل العضلات دلوقتي بس استنى عليا. كريكو ثايرويد اللي هي ما بين الكريكويد تحت والثايرويد قدام، لو رسمتها لك كده من الجنب لاترال فيو، الثايرويد كارتلج اهي، دي الثايرويد كارتلج، الكريكويد كارتلج اهي، ده لاترال فيو للارينكس، والتراكيا اهي، تراكيا رينجز، تمام؟ ما بين الكريكويد والثايرويد هنا ده كريكو ثايرويد، على كريكو ثايرويد ممبرين من قدام عليه ماسل يمين وشمال، مش دي كانت الاريتينويد؟ اهي، وده الفوكال كورد. فالعضله دي لما تكون تراكت كده تشد الثايرويد كارتليج على قدام فتزود التنشن، تمام؟ يبقى اذا اول عضله اسمها كريكو ثايرويد، بص ما بين الكريكويد والثايرويد، دي الثايرويد دي كريكويد، ما بين الثايرويد والكريكويد يبقى اسمها كريكو ثايرويد. طيب بتعمل ايه؟ تنسور، تزود التنشن اوف ذا فوكال كورد، تخلي الصوت هاي بيتشد فويس، تمام؟ ناعم ورفيع، يبقى هاي بيتشد فويس، بتنكريز البيتش اوف ذا فويس. طيب لها سم ادكتور اكشن زي ما انا قلت، الكلمه دي مهمه وحطيت تحتها خط، لها سم ادكتور اكشن علشان دي هنستخدمها كمان شويه، يبقى كريكو ثايرويد تنسور اند سم ادكتور اكشن. نيجي بعد كده المجموعه الثانيه ابدكتور، يعني ايه ابدكتور؟ تبعد التو فوكال كوردز عن بعض، يعني بتوبن الجلوتس، المسافه اللي بين التو فوكال كوردز دي اسمها جلوتس او شينك، جلوتس او شينك، تمام؟ ايروي شينك. فاذا بتعمل ابدكشن، يبقى الابدكتور تعمل ابدكشن، تبعدهم عن بعض، تمام؟ اسمها ايه بقى العضله اللي بتعمل ابدكشن؟ بوستيريور كريكو اريتينويد ماسل، دي اهم عضله، تخيل دي اهم عضله، ليه؟ لانها بتعمل ابدكشن للفوكال كورد فتبعدهم عن بعض، وبالتالي بتفتح الايروي علشان تتنفس، يبقى بتوبن الجلوتس ديورنج الانسبريشن وانت بتاخد نفس، وتوبن جامد ديورنج الديب انسبيريشن، ولو انت ماشي مشوار وتعبان وبتطلع السلم وتجري وبتاع بتحتاج اكسجين كتير وبالتالي تفتح اكتر، وبالتالي البستيريو كريكو اريتينويد دي الابدكتور، ده الاونلي ابدكتور. الاكشن بتاعها ازاي؟ مش دي الاريتينويد يمين وشمال؟ الاريتينويد دي قاعده على مسمار بيفوت جوينت، بيفوت جوينت كده اهي، دي الاريتينويد، فهي بيفوت جوينت يتحرك كده، بص كده يمين وشمال، وليه سم سلايدنج اكشن ميديالي، سم سلايدنج اكشن، بص بقى هي اسمها بوستيريور ده كده ورا بوستيريور، ده كده انتيريور قدام، ده كده لاترال، ده كده لاترال، نمسح الحته اللي احنا عملناها دي، تمام؟ طيب يعني طالما كلمه بوستيريور يبقى جايه كده،
الهايبر دي كده الكريكويد اهي، كريكويد رينج اهي فاكرها، والاريتينويد اهي نايمه عليها من ورا اهي على اللامنه بتاعتها على الفاسيت لو انت فاكر اهي، فهي بتتحرك كده وكده تمام. فالعضله لما تبقى جايه من ورا من هنا تمام تتشد بوستيريور تقوم الفوكال بروس يروح انتيريور. اهي بص بقى انا هرسم وان اريتينويد، وان اريتينويد اهي ده الفوكال بروس بتاع الاريتينويد وعليه الفوكال ليجامنت تمام، والبستروكيرجو اريتينويد جايه كده. فلما دي تتحرك كده الفوكال بروس يتحرك العكس، لان الاريتينويد نايمه على بيفوت جوينت، بيفوت جوينت تمام كده. وهرسم لكم الرسومات دي كمان شويه تاني. يبقى اذا البستروكيرجو اريتينويد اهم عضله لانها بتوبن الجلوتس ديورنج الانسبيريشن او الانسبيريشن تمام. ده الابداكتور بتعمل ابداكشن 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 تمام. الابداكتور بقى الدكتور عكس بقى ابدكشن، تقرب التو فوكال كوردز من بعضيهم. يبقى اذا العكس، بص اذا كانت دي بتشد كده اللي هي البستروكيرجو اريتينويد علشان فوكال بروس يروح العكس، فايه رايك لو كان الدايركشن بتاع البستروكيرجو اريتينويد كده لاترالي، يبقى اسمها لاترال كيريكو اريتينويد، فالفوكال بروسس يروح العكس تمام، لاترال كيريكو اريتينويد. يبقى اذا اللاترال كيريكو اريتينويد تشد كده يروح الفوكال بروسس رايح ميديالي تمام، يبقى دي اسمها لاترال كيريكو اريتينويد، اول عضله ابداكتور. وتاني عضله ثايرو اريتينويد اللي هي دي ثايرو اريتينويد اهي، اي هي الثايرو اريتينويد، بي هي اللاترال كيريكو اريتينويد. خلي بالك اللاترال كيريكو اريتينويد العكس بتاع البستيرو كيريكو اريتينويد، يعني البستيرو كيريكو اريتينويد جايه كده، اللاترال كيريكو اريتينويد جايه كده لاترالي، دي جايه بوستيريور اللي هي البستيرو كيريكو اريتينويد. البستيرو كيريكو اريتينويد كان لها اسم دلع زمان كانوا بيسموها بوستيكاس ماسل، البستيرو كيريكو اريتينويد. اللاترال كيريكو اريتينويد جايه لاترالي فالفوكال بروسس يروح ميديالي يبقى ادكشن. الثايرو اريتينويد اللي هي ايه الاكشن بتاعها كده نفس الكلام لاترالي يقوم الفوكال بروس يروح ميديالي. وعضله اسمها انتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد اللي هي السي ما بين الاثنين اريتينويد، انتر اريتينويد او ترانسفيرس اريتينويد، تقرب التو اريتينويدز من بعض سلايدنج اكشن، سام سلايدنج اكشن. طيب الادكتور دي وظيفتها ايه؟ بتقرب التو فوكال كوردز من بعضيهم من بعضيهم تمام. طب يعني بتقفل الجلوتس؟ طب الجلوتس ده بيقفل امتى؟ في موضوعين during الفونيشن لازم يقفله وانت بتتكلم، علشان لما بيقفلوا على بعض الاكسبير دي اير بيطلع من التراكيه يهزهم بالعافيه، يبقى during الفونيشن وديورنج swallowing كبروتكتيف ميكانيزم علشان ما فيش ميه واكل ينزلوا على التراكيه وبرونكيال تري. يبقى اذا الجلوتس بتفتح بالبستيرو كيريكو اريتينويد during الانسبيريشن، بينما الجلوتس بتقفل اللي هي بالادكتور ثلاثه ادكتور during الفونيشن والسوالوينج والسوالوينج. سبحانك يا رب. ملاحظ حاجه الادكتورز ثلاث عضلات سميتهم ادكتورز بينما الابدكتور عضله واحده، ودي حكمه ربنا في كل عضلات الجسم. ازاي؟ تملي الادكتور اقوى من الاب، لان الاد اتخلقت للدفاع، حد جه يحاربك او يهاجم عليك فبتعمل ادكشن على نفسك، ربنا خلق الادكشن قوي ان يقفل الجلوتس، بينما الاب دي للهجوم، انت عايز تضرب حد تموت حد، فربنا خلقها اضعف من الاد. فالابدكشن عضله واحده مع انها مهمه جدا تمام، عضله واحده اللي هي البوستيكاس او بستيرو كيريكو اريتينويد، بلاش كلمه بوستيكاس علشانها قديمه تمام، بستيرو كيريكو اريتينويد. بينما الادكتور ثلاث عضلات وفي واحدة زيادة بتساعدهم لها سم ادكتور اكشن، الكريكو ثايرويد اللي هي بتزود التنشن وتقربهم شوية من بعض، يعني هي عضلة واحدة بس اللي بتفتح الجلوتس البستيرو كيريكو اريتينويد. ده سؤال ام اس كيو بيجي كتير قوي، البستيرو كيريكو اريتينويد ده اهم عضلة، هي اللي بتفتح التو فوكال كوردز تمام، وهنرسم لكم الرسومات دي كمان شوية. دول العضلات تمام بتاع اللارينكس. لو انت عايز تقسم عضلات اللارينكس التقسيمة القديمة اكسترنسك وانترنسك، كل دول بص بقى كل دول انترنسك ما عدا العضله الاولى اللي هي الكريكو ثايرويد. الكريكو ثايرويد ده بره اللارينكس، بص دي اكسترنسك لانها بره اللارينكس ما بين الكريكود والثايرويد من بره، اما كل دول انترنسك جوه اللارينكس من جوه، البستيرو كيريكو اريتينويد، اللاترال كيريكو اريتينويد، ثايرو اريتينويد والانتر اريتينويد، دول جوه اللارينكس.
بص بقى، دي الكريكوثيرويد على الكريكوثيرويد ميمبرين اهي، يبقى ده كريكوثيرويد اللي هي تنسور اند سام ادكتور اكشن. انا خدت وقت في اللعبه دي بس مهمه جدا. دي بقى البستيرو كريكو اريتينويد، دي الاريتينويد واريتينويد ودي الكريكويد، فاسمها بوستيريور لانها جايه ورا. ما هو انت كده شايف من ورا بستيرو كريكو اريتينويد لان الاكشن بتاعها كده كده لورا، وبالتالي الفوكال بروسيس يروح مفتوح لقدام ابدكشن. تمام، لما تتحرك دي ميديالي ولورا كده فالفوكال بروس يروح لاترالي ابدكشن. تمام كده، يبقى ده البستور كروكو ارتينويد. اللي تحت دول كلهم دول اللي هم الادكتورز، ادكتورز قلت لك اقوى. دي الانتر ارتينويد، ما بين الاثنين ارتينويد تقربهم من بعض سلايدنج اكشن. تمام، دي اللاترال كريكو اريتينويد جايه كده علشان تنزل على الكريكويد من تحت ما بين الكريكويد والاريتينويد زي البستيرو كريكو اريتينويد، بس بدل ما الاكشن بتاعها على ورا الاكشن بتاعها لاترالي. وبالتالي طالما الاكشن كده الفوكال بروس يروح ميديالي. الثيرو اريتينويد اللي هي منها جزء اسمه الفوكالس، تمام، جايه كده ما بين الاريتينويد والثيرويد، ثيرو اريتينويد، فبرضه تشد الفوكال بروسيس ميديالي. يبقى دول كلهم ادكتورز ويساعدهم الكريكوثيرويد لها سم ادكتور. بص بص، الكريكوثيرويد تشد ازاي؟ الفوكال كورد اتشد، ده الفوكال كورد ما بين الميد بوينت اوف ذا بسير سيرفيس اوف ثيرويد انجل وبين الفوكال بروس اوف ذا اريتينويد اهو. بص اتشد ازاي؟ تمام؟ بالاكشن بتاع مين؟ بتاع الكريكوثيرويد ما بين الكريكويد والثيرويد. نيجي نرسم بقى علشان نفهم الكلام اللي احنا قلناه، لان دي اهم نقطه في الفوكال كورد باراليسيس. هي نفس رسومات الكتاب ونفس الرسومات اللي انت كنت شايفها، ولكن هرسمها بطريقتي. بص بقى، انا رسمت لك الكريكو ثايرويد اهي، هرسمها تاني بسرعه. دي الثايرويد لاترال فيو، دي كريكويد تحتها، ودي التراكير رينج. ماشي الكلام؟ هنا تقع الاريتينويد وهنا الفوكال كورد. دي كريكوثيرويد ماسل على الكريكوثيرويد ممبرين ما بين الكريكويد والثيرويد. لما تكونتراكت كده الثيرويد تروح رايحه على قدام، التنشن يزيد على الفوكال كورد وبالتالي يقربوا من بعض. دي اسمها ايه؟ كريكوثيرويد الاونلي انترنسك ماسل اوف ذا لارينكس. بره على فكره فيها تو اكسبشن، هي بره العضله الوحيده اللي بره اللارينكس ومن ضمن عضلات اللارينكس، يعني هي العضله الوحيده الاكسترنسك والاكشن بتاعها جوه اللارينكس، ولها اكسبشن تاني النيرف سبلاي. تمام، هقوله كمان شويه. يبقى ده كريكوثيرويد. نيجي بعد كده للبستير كريكو ارتينويد واللاترال وهكذا. بص بقى، لو انا رسمت ترانسفير سيكشن لللارينكس هقطع الرقبه من هنا. تمام، ترانسفير سيكشن الثيرويد الى اهي، دي الانجل اهي، دي الثيرويد الى يمين وشمال، دي الاريتينويد نايمه على الكريكويد يمين وشمال، الكريكويد طبعا تحتها هنا. تمام، ده الفوكال ليجامنت او الفوكال كورد اهو يمين وشمال. البستيرو كروكو ارتينويد جايه كده، اولا ده الارتينويد نايم على بوفو جوينت، فالبستيرو كروكو ارتينويد جايه كده بوستيريورلي، فلما تيجي كده الفوكال بروس يروح العكس كده. خدت بالك؟ يعني هي الاكشن بتاعها اهو، فالفوكال بروسس يتشد لاترالي ابدكشن. دي اول حاجه، يبقى دي البستيرو كروكو ارتينويد. ماشي، نيجي بقى للادكتورز. بص بقى الادكتورز، الثايرو اريتينويد ما بين الثايرويد والاريتينويد مثلا ارسمها بالاخضر اهي كده، ما بين دي الاريتينويد والثايرويد ودي الاريتينويد والثايرويد كده. لما دي تكونتراكت تقرب الفوكال كورد الفوكال بروس من بعضيهم ادكشن. دي اول عضله الثايرو اريتينويد، هي كل ده موجوده في كل المنطقه دي. ما هو خلي بالك الفوكال كورد انت بتتنفس من المسافه اللي بينهم، بس ده باراجلوتيك سبيس وده باراجلوتيك سبيس. يعني مش هوا، يعني مش حبل غسيل وانت تتنفس ما بين الحبلين ولاترال للحبلين، لا ده كله حرسات مليانه ماسل وفات وهكذا، منها الثيرو ارتينود ماسل اللي هو في جزء هنا اسمه الفوكالس. تمام، طيب يبقى دي اول عضله الثيرو ارتينويد تعمل ادكشن. ثاني عضله لاترال كريكو ارتينويد جايه كده، ايه الاكشن بتاعها كده؟ يبقى الفوكال بروس يروح العكس ميديالي ادكشن،
والانتر اريتينويد ما بين الاثنين اريتينويد تضمهم سلايدنج اكشن، يبقى اذا دول الادكتورز. نيجي بعد كده قلنا المسلز، ايه النيرف سبلاي بقى بتاع اللارينكس؟ العصب اللي بيغذي اللارينكس اسمه الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف تمام، ده العصب الحائر او الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف بيدي برانشين لللارينكس تمام، سيبيرو لارينجيال نيرف اهو يمين وشمال، على فكره ده الفيجاس الاحمر ده وده الفيجاس الاحمر ده، سيبيرو لارينجيال نيرف وريكارنت لارينجيال نيرف، ريكارنت لارينجيال نيرف يمين وشمال تمام. يبقى اذا الفيجاس نيرف هو اللي بيغذي اللارينكس، بيدي برانشين لللارينكس سيبيريور، وكان المفروض اسمه انفيريور كمان، سيبيريور وانفيريور لارينجيال نيرف. انفيريور لارينجيال نيرف اسمه اتلغى، ما بقاش فيه انفيريور، امال بقى اسمه ايه؟ ريكارنت. ليه ريكارنت؟ كلمه ريكارنت يعني ايه؟ مرتجع، يعني اللي رجع في كلامه. اصل كان الفيجاس وهو نازل نسي يدي الانفيريور لارينجيال، كان المفروض يديه هنا، لا اداه تحت، كان المفروض يديه هنا اداه تحت، الله ده افتكر ان هو بتاع اللارينكس راح رجع تاني في كلامه، ريكارنت المرتجع. يبقى اذا الفيجاس نيرف بيدي برانشين لللارينكس، سيبيرو لارينجيال نيرف وريكارنت لارينجيال نيرف، وكل واحد منهم السيبيرو لارينجيال نيرف يدي برانش موتور وسنسوري، وريكارنت لارينجيال نيرف يدي برانش موتور وسنسوري. طيب السيبيرو لارينجيال نيرف اللي هو ده يمين وشمال ده ماشي، ده الرسمه اللي في الكتاب بالظبط. السيبيرو لارينجيال نيرف يروح مدي اكسترنال برانش اهو للكريكو ثايرويد ماسل، ايه العضله الوحيده اللي مش واخده من ريكارنت لارينجيال نيرف؟ هي كريكو ثايرويد ماسل، انا قلت لك فيها تو اكسبشنز، انها بره اللارينكس اكسترنسك، وانها العضله الوحيده اللي مش متغذيه من ريكارنت لارينجيال نيرف. امال منين؟ من السيبيرو لارينجيال نيرف اهي الحمراء دي، هي كريكو ثايرويد ماسل ما بين الكريكود والثايرويد، بتاع كريكو ثايرويد ممبرين. طيب يبقى اذا موتور اكسترنال برانش للكريكو ثايرويد ماسل، كريكو ثايرويد. طيب وسنسوري انترنال برانش بيخرم الكريكو ثايرويد ممبرين علشان يدخل جوه اللارينكس يغذي الميكوزا اللي فوق اللارينكس بالسنسيشن. ده مهم جدا علشان ما تشرقش، بتحس انك هتبلع، فالاحساس عن طريق الانترنال برانش بتاع السيبيرو لارينجيال نيرف يقوم يقفل اللارينكس تمام. وبالتالي هو ليه موتور برانش للكريكو ثايرويد وسنسوري برانش للميكوزا اباف ذا فوكال كورد، للميكوزا اللي فوق الفوكال كورد سوبرا جلوتيك اريا، بكل الاريا اللي فوق الفوكال كورد. ده السيبيرو لارينجيال نيرف. امال الريكارنت لارينجيال بقى؟ الريكارنت لارينجيال نيرف كان اسمه المفروض انفيريور لارينجيال نيرف، اللي هو كان زمان اسمه انفيريور وبعدين اكتشفوا انه بيرجع في كلامه فسموه المرتجع، ريكارنت لارينجيال نيرف، هنعلم عليه بالازرق تمام. ليه موتو؟ اولا الريكارنت لارينجيال نيرف بتاع الليفت سايد يلف حوالين الاورتيك ارش، انت عندك اورتيك ارش واحد على الليفت سايد فيلف حوالين الاورتيك ارش دخل الثوراكس، بينما الريكارنت لارينجيال نيرف بتاع الرايت سايد ما دخلش الثوراكس، عند الروت اوف ذا نيك مفيش اورتيك ارش على الرايت، فلف حوالين السبكليفيان، لف حوالين السبكليفيان تمام، ده الرايت، وبالتالي الليفت اطول من الرايت لان الليفت دخل الثوراكس ولف حوالين الاورتيك ارش، الرايت لف حوالين السبكليفيان عند الروت اوف ذا نيك. استنى عليا كده، الريكارنت لارينجيال نيرف رايت وليفت يروح لللارينكس يدي نفس الكلام موتور وسنسوري، موتور لكل عضلات اللارينكس اللي انا ذكرتها من شويه ما عدا الكريكو ثايرويد، كل عضلات اللارينكس تتغذى بريكارنت لارينجيال نيرف. ايه ده؟ ده عضلات عكس بعض، ادكتورز وابدكتورز، ايوه تتغذى بريكارنت لارينجيال نيرف ما عدا العضله الوحيده اللي ما تتغذاش بريكارنت لارينجيال نيرف في اللارينكس اللي هي كريكو ثايرويد، سنسوري للميكوزا اللي تحت الفوكال كورد، والفوكال كورد نفسه ياخد من الاثنين تمام، سيبيريور وريكارنت لارينجيال نيرف. يبقى اذا انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك سيبيرو لارينجيال نيرف يدي موتور وسنسوري، ريكارنت لارينجيال نيرف يدي موتور وسنسوري، الريكارنت لارينجيال نيرف يغذي كل عضلات اللارينكس ما عدا الكريكو ثايرويد واخده من السيبيرو لارينجيال نيرف، ده الموتور سبلاي، اما السنسوري اباف ذا فوكال كورد من السيبيرو لارينجيال نيرف تحت الفوكال كورد من الريكارنت لارينجيال نيرف. نيجي بقى ليه ان بي محترمه جدا 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 جدا، ان بي حمراء. بصوا بقى مين ابو طويله الهايف، الليفت ولا الرايت؟ الليفت لانه دخل الثوراكس ولف حوالين الاورتيك ارش، طويل قوي، في جزء في النك وجزء في الثوراكس اللي هو ده، وبالتالي ممكن يبقى انجرد او بارالايزد في النك وممكن في الثوراكس،
يبقى اللايبيليتي ان الليفت في ريكارنت لارنجيال نيرف اتشل اعلى من الرايت لانه طويل، تمام؟ ممكن يتضرب في النك وممكن يتضرب في الثوراكس الشيست. طيب يبقى دي ان بي مهمه. بس انا قبل ما اطلع من الصوره دي عايزك تلاحظ حاجه مهمه جدا. بص بقى، الليفت ريكارنت لارنجيال نيرف طويل وخد السكه من تحت من الثوراكس من تحت، فاستخبى ورا التراكيه ما بين التراكيه والاسوفجس. شوف ميديالي ما بين التراكيه والاسوفجس، في التراكيه والاسوفجيال جروف، ما هي التراكيه قدامه والاسوفجس وراها، استخبى فميديالايزد، مستخبى ورا التراكيه. اما الرايت لف حوالين الرايت سبكليفيان على طول عند الروت اوف ذا نيك، جا كده بالعرض ما لحقش يدخل تحت، ما مشاش في الطريق من اوله من تحت، فجاي ان لاترال بوزيشن اهو، يعني الرايت مش محمي ورا التراكيه بينما الليفت محمي ورا التراكيه، تمام؟ يبقى وانا بعمل ثايرويدكتومي، على فكره الثايرويد جلاند هنا، الثايرويد جلاند هنا بالظبط، وانا بعمل ثايرويدكتومي مين اللي لايبل يحصل له انجري او اكتر؟ الرايت، لانه مش بروتكتد في التراكيوسفيجال جروف. اما الليفت بالرغم من انه طويل ولايبل للانجري اكتر، نيك او ثوراكس، ليس لايبل ان يتعور اثناء الثايرويدكتومي. ايه رايك بقى في الكلمه دي؟ يبقى الرايت مور لايبل ان يتعور وانا بعمل ثايرويدكتومي مور عن طبعا لو جراح شاطر قوي 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 هيضرب الرايت والليفت، لكن انا اقصد اقول لك مين الاعلى فيهم، رايت ولا ليفت ديورنج ثايرويدكتومي؟ الرايت اثناء الثايرويدكتومي، لانه ان مور لاترال بوزيشن مش بروتكتد. اما مين اللي لايبل ان يحصل له باراليسيس بنسبه اعلى، ليفت ولا رايت؟ ليفت. طيب لو ثراسيك ليجن او شيست ليجن، بانكوست تيومر مثلا، تيومر في الابكس اوف ذا لانج، يضرب الرايت ولا الليفت؟ الليفت. الرايت ما يضربش لو في ثراسيك ليجن، لان الرايت ما دخلش الثوراكس اصلا، ده عند الروت اوف ذا نيك. طيب نيجي بقى للبوزيشنز اوف ذا فوكال كورد لو حصل باراليسيس. البوزيشن اوف ذا فوكال كورد لو حصل باراليسيس، يعني الفوكال كورد هتيجي في الميد لاين، اسمها ميد لاين بوزيشن، ولا هتيجي لاترال شويه، ولا لاترال قوي، ولا فول ابدكشن، ما فاتحين على الاخر، قول لي. طيب وهنقول ليه ممكن الفوكال كورد لما العصب يتشل تيجي ميد لاين ولا لاترال ولا لاترال اكتر وهكذا. اولا البوزيشنز خمسه بوزيشن، اول بوزيشن ميد لاين او ميديان بوزيشن، ان التو فوكال كورد يقفلوا ميديان اللي هي نمره واحد دي، يقفلوا الاثنين على بعض، تمام؟ ميديان. الميديان بوزيشن ده المسافه اللي بتوين التو فوكال كوردز بسميها شينك. شينك بتتقاس منين؟ ما هي من قدام ضيقه ومن ورا واسعه، لان الفوكال كوردز جايه كده، تمام؟ بتتقاس من عند الفوكال بروسس اوف ذا اريتينويد، من هنا اهو اوسع حته، من عند الفوكال بروسس اوف ذا اريتينويد. بقول لك لما الفوكال كوردز يبقوا ان ميديان بوزيشن يبقى الشينك 0 ملم، مفيش شينك، مقفلين على بعض، تمام؟ زي ما بيحصل ديورنج الفونيشن وانا بتكلم، فول ابدكشن اللي هو الشينك زيرو. طيب البوزيشن الثاني يبعدوا شويه عن بعض، باراميديان، يعني جنب الميديان، يعني الاولاني ميديان الثاني باراميديان اللي هو نمره 2، باراميديان الشينك 4 ملم، 4 ملم. طب ولو جه لاترال اكتر يبقى انترميديات، انترميديات بين الميديان وبين الابدكشن يعني والابدكشن، فسموه انترميديات اللي هو 3. وكلمه انترميديات دي يعني الابدكشن والابدكشن متعادلين. طب وامتى العضلات تبقى متعادله؟ لو كله اتشال. وامتى اللارينكس كله يتشال؟ لما الانسان يموت. يبقى كادافيريك بوزيشن، كادافر جثه. يبقى يعني ايه كادافيريك؟ يعني الشنك 8 مللي، الفوكال كوردز ان انترميديات بوزيشن، انترميديات له ميديان وله فول ابدكشن، انترميديات بين الاثنين، تمام؟ ده اللي هو نمره 3. الشنك هنا 8 مللي، انترميديات بوزيشن، ده وضع الموت، لما الانسان يموت لا الابدكتور تشد ولا الابدكتور تشد، انترميديات كادافيريك بوزيشن، الشنك 8. نيجي للوضع اللي بعديه، الفوكال كوردز هتبعد اكتر شويه، يبقى ابدكشن بوزيشن، ده اللي هو الريستنج بوزيشن وانت بتتنفس عادي، تمام؟ الشنك حوالي 14 مللي، حوالي، على فكره هو رينج، تمام؟ وعلى فكره في الرجاله اوسع شويه من الستات، بس يعني رينج، لان الحنجره بتاع الرجاله اكبر من الحنجره بتاع الستات، تمام؟ يبقى الابدكشن الفوكال كوردين ابدكشن بوزيشن اللي هي نمره 4،
والشنك اللي بينهم حوالي 14 مللي. طيب امال لما احتاج اكسجين جامد وانا بجري او بعمل ايفورت يبقى فول ابدكشن، محتاج هواء كتير، فول ابدكشن. الابدكشن ده اللي قبليه هو الريستنج بوزيشن اللي هو نمره 4، لكن الفول ابدكشن وانا بعمل اكسيرشن، تمام؟ يبقى الشنك 18 مللي، حوالي 18 مللي، بعده خالص، بعده عن بعض خالص. يبقى الاول ميديان اللي هو في الميد لاين بوزيشن الشنك زيرو، الثاني باراميديان يعني الشنك 4 مللي جنب الميديان، تمام؟ ثلاثه كاديفيريك انترميديت، لا ده ولا ده، لا ابدكشن ولا ابدكشن، وبالتالي كاديفيريك 8 مللي، اباوت 8 مللي. اربعه اللي هو ريستنج بوزيشن او الابدكشن بوزيشن حوالي 14 مللي، وبعدين وانا بعمل ايفورت اللي هي نمره 5 فول ابدكشن وانا باخد ديب انسبيريشن، تمام؟ 18 مللي اللي هو الفول ابدكشن. اكسبلانيشن اوف ذا بوزيشن بقى، لو العصب اتقطع او اتشل ليه الفوكال كورت تيجي ميديان او باراميديان او كاتافيريك وهكذا. بقول لك فاجنر اند جروسمان ثيوري، لها ثيوريز كتير قوي، ثيوريز قديمه وثيوريز جديده وهكذا. الفاجنر وجروسمان ثيوري قالوا ايه؟ قالوا لو الفيجاس اتقطع، الفيجاس نيرف اللي هو المين سبلاي بقى اللي بيدي السيميرو لارينجال وريكرنت لارينجال نيرف، لو الفيجاس ده اتقطع مين اللي لسه شغال؟ الابدكتور ولا الادكتور ولا التنسور؟ ولا واحده شغاله. ايه ده؟ ولا واحده شغاله؟ كان اللارينكس مات، لا الادكشن شغال ولا الابدكشن شغال ولا التنسور شغال، يبقى كاديفيريك بوزيشن كانه مات كاديفر، بص كاديفر، تمام؟ يبقى انجري الفيجاس، الفيجاس اتعور، يبقى كاديفيريك بوزيشن، لا ده هيشد ولا ده هيشد. انترميديت بوزيشن اللي هو كاديفيريك بوزيشن، احفظوا غالي، فيجاس كاديفيريك، في فيجاس كاديفيريك، تمام كده؟ لان الفيجاس هو اللي اتقطع، يبقى السيبرو لارنجيال اتشال وريكرنت لارنجيال اتشال. طب ايه رايك بقى لو ريكرنت لارنجيال هو اللي اتشال؟ السيبرو لارنجيال مش مهم قوي على فكره لما يتشال. دي كانت مشكله ام كلثوم لما راحت امريكا لما كان عندها ثايروتوكسيكوزيس وكانت هتعمل ثايرويدكتومي في اخر ايامها، والدكتور الامريكاني خاف يعمل لها ثايرويدكتومي لما عرف انها في مسنجر ان ذا ميدل ايست، تمام؟ فمش هتكلم على السيبرو لارنجيال، السيبرو لارنجيال ده لو اتقطع يخلي الصوت له بيتشد، يعني يخشن سنه زي ام كلثوم مثلا، الناس تحس ان صوتها اتغير لانها معروفه، انا راجل مشهور ومعروف وبغني لكم اهو، فلو السيبيرو لارنجيال اتاثر صوتها هيخشن فتعرفه، لكن واحد مش معروف لو السيبيرو لارنجيال عنده انجرد وصوته خشن شويه ولا حاجه، تمام؟ طيب دلوقتي انجري للريكرنت لارنجيال نيرف يحصل ايه؟ مين اللي لسه شغال؟ لو الريكرنت ده اتقطع مين اللي لسه شغال؟ عضله واحده بس اللي هي كريك ثايرويد، اللي هي الاكشن بتاعها ايه؟ تنسور اند سم ادكتور اكشن. ايه ده؟ يعني سم ادكتور فهتروح جايبه الفوكال كورد باراميديان بوزيشن، ده بالكريكو ثايرويد باراميديان بوزيشن بالاكشن بتاع الكريكو ثايرويد، تمام؟ يبقى اذا انجري للفيجاس ولا عضله شغاله، يبقى كادافيريك. انجري للريكرنت عضله واحده بس اللي لسه شغاله اللي هي مش بتاخد من الريكرنت من السيبيرو لارنجيال، الاكشن بتاعها ايه؟ اللي هي كريكو ثايرويد سم ادكتور اكشن، فتروح شده تو فوكال كورد في الباراميديال بوزيشن. يبقى لو انا بكشف على عيان عنده لارنجيال باراليسيس لقيت الفوكال كورد كادافيريك على ناحيه واحده يبقى ده الفيجاس اللي مقطوع، لقيته باراميديان يبقى الريكرنت لارنجيال نيرف اللي مقطوع، تمام؟ بقول لك هاوفر سمول فاريشن بتوين بوث بوزيشنز مي بي ديو تو فايبروسس للبارلايزد ماسل، يعني مثلا انا عندي البايسبس هنا بتعمل كونتراكشن والترايسبس بتعمل اكستنشن، لو الاثنين اتشلوا هيبقى الالبو ان ما بين الاثنين، طب لو حصل فايبروس اكتر في البايسبس هتعمل فليكشن الفايبرس تشو هتشد، لو حصل فايبروس اكتر في الاكستنسور هتشد وهكذا، يعني اذا على حسب البلك بتاع المصل، هي ده في الايرلي ستيجز كادافيريك باراميديان، لكن بعد كده ممكن يحصل فايبروسس. طيب في واحد اسمه سيمون عمل سيمون زلو من زمان قوي، سيمون قال ايه؟ قال ان الابدكتور ماسل از يوجوالي افكتد بيفور ذا ادكتور. ليه؟ لان يوجوالي الابدكتور اضعف من الادكتور، ده الكلام اللي احنا قلناه من شويه، ده اولد ثيوري، فالابدكتور بيتاثر الاول، تمام؟ طيب
هنيجي بقى للرسومات اللي هي الاكسبلانيشن للبوزيشن اللي هي فاجنر وجروسمان ثيوري. يعني لو انت دلوقتي رسمت لي ثايرويد كارتلج اهي، الارتينويدز اهي نايمين على الكريكويد، والفوكال ليجامنت اهو الفوكال كورد، تمام. لو الفيجاس كل العضلات اتشلت اللي هي بتغذي هنا وهنا، ولا عضله هتبقى شغاله، وبالتالي الفوكال كورد كادافيريك. ده كادافيريك انترميديت ما بين الميد لاين وبين الابدكشن انترميديت. يبقى ده لو الفيجاس فيجاس كادافيريك في 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 فيجاس كادافيريك. طيب الريكارنت لارينجيال نيرف لو اتشال، لو هو اللي اتشال، لو ريكارنت لارينجيال نيرف اتشال، الكريكو ثايرويد اللي هنا لسه شغاله، الكريكو ثايرويد اللي هنا لسه شغاله، الريكارنت لارينجيال نيرف هو اللي اتشال، الريكارنت لارينجيال الكريكو ثايرويد تشد فتروح مقربه تو فوكال كورد من بعض، تقوم تيجي باراميديان هنا باراميديان، تمام. ويبقى قلنا واي لان كل العضلات اتشلت كادافيريك، واي في الباراميديان لان الكريكو ثايرويد ستيل شغال. خدنا الماسلز وخدنا النيرف سبلاي والاكشن بتوع كل ماسل بتعمل ايه. نيجي بقى للكوزس بتاع اللارينجيال او الفوكال كورد باراليسيس. الباراليسيس اولا الفيجاس نيرف ده اللي بيغذي اللارينكس، النيوكليوس بتاعته انتركرينيال اسمها نيوكليوس امبيجوس، نيوكليوس امبيجوس. طيب كل كرينيال نيرف موتور لنيوكليوس زي ما احنا عارفين، دي اسمها نيوكليوس امبيجوس. الاسباب يا اما تبقى انتراكرينيال جوه السكال، يا اما كرينيال وهو معدي من الجاجولار فورامين بتاع السكال وبيعدي معاه 9 و11 و12، يا اما اكسترا كرينيال. انا بفكرك بايه؟ بالكوس بتاع الفيشال نيرف باراليسيس، يا انتراكرينيال اللي هي سنترال في السنتر، يا كرينيال وهو خارج من السايلوموسايت فورامين، يا اما اكسترا كرينيال لما بيروح للباروتيد وهكذا. ده كان الفيشل. هنا نفس الكلام، يا انتراكرينيال يا كرينيال وهو معدي من الجاجولار فورامين، يا اكسترا كرينيال نيكوثوراكس، بس الثوراكس الليفت اونلي، الفيست هو الليفت بس، لان الليفت هو اللي بيعدي بيلف حول الاورتيك ارش، تمام. اهو لفف حول الاورتيك ارش هنا على الليفت سايد، تمام. طيب نقول الانتراكرينيال اللي هي سنترال كوزس في السنتر، ايه ده؟ ده خامس مرة في المنهج أقول سنترال كوزس. قلناها فين قبل كده؟ قلناها سنترال كوز اوف فيشال نيرف باراليسيس، سنترال كوز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس، سنترال كوزس اوف فيرتايجو، سنترال كوزس اوف بلاتال اند فرنجيال باراليسيس، سنترال كوز اوف فوكال كورد باراليسيس. هنا يبقى الخمسة سنترال مش هنقولهم تاني، تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك فاسكولار ديجنتيف. نيجي بعد كده الفيجاس نيرف وهو خارج من الجوجلر فورامين اللي هي السكال اسمها كرينيوم، فهنقولها كرينيال كوزس خارج من الجوجلر فورامين، ممكن يضرب معاه بقيه اللور فور كرينيال نيرفز، تمام. الجوجلر فورامين دي اللي نازل منها السيجمويد ساينس علشان يبقى الانترا جوجلر فين، تمام. ممكن حاجه تكسر السكال بيز اللي هي الجوجلر فورامين، تروماتيك فراكشر بيز اوف ذا سكال، ممكن انفلاميشن في السكال بيز انفولفنج جوجلر فورامين، سكال بيز وسومالايتس لاملجنت اكسترنا، وقلناها وقتها ممكن يعمل شلل في اللور فور كرينيال نيرفز. نيوبلازم تيومر ويدوس على جوجلر فورمن، ايه ده؟ يدوس على السكال بيز؟ نيزوفارنجيال كارسينوما وبعت ميتاساسيس لريتروفارنجيال ليمف نود. فاكر لما قلت لك الريتروفارنجيال ليمف نود تحت تحت جوجلر فورمن على الترانسفيرس بروس بتاع سي 1 وكانت امبالبابل، بس تضغط على اللور فور كرينيال نيرفز لما يحصل لها ميتاساسيس، يبقى نيزوفارنجيال كارسينوما وعامله ميتاساسيس. ممكن جوجلر تيومر اللي هو الجلوموس جوجلير، تمام، مش جلوموس جوجلير جايه تحت جوجلر فورمن وبتدخل ممكن جوه جوجلر فورمن فتضغط على اللور فور كرينيال نيرفز. سمينا الاسباب دي بيعملوا جوجلر فورمن سندروم، جوجلر فورمن سندروم اللي هي حاجه في جوجلر فورمن وتضرب 9 و10 و11 و12 كرينيال نيرفز. الفيجاس ده اللي هو العاشر. طيب اكسترا كرينيال بعد ما نزل من الجوجلر فورمن، يا في النك يا في الشيست. في النك ايه اشهر عمليه نك انت سمعت عنها؟ الثيرويدكتومي، فاكر؟ ثيرويد اوبريشن. مين اللي مور لايبل ان يتضرب يبقى انشرد، الرايت ولا الليفت؟ طبعا الرايت ان مور لاترال بوزيشن، بص جاي ازاي؟ ده الرايت ان مور لاترال بوزيشن، ده الرايت، بينما الليفت مستخبي في تراكيو اوسفيجال جروف. الاثنين ممكن يتضربوا، لو جراح شاطر ممكن يضرب الناحيتين، انت فاهم؟
لكن العادي ان الرايت اكتر، ولكن ممكن الاثنين يتضربوا، نعم، لكن الرايت مور لايبل لانه انا مور لاترال بوزيشن زي ما انا قلت. طب مفيش عمليه ولا حاجه، الثايرويد حصل لها كانسر زي الانابلاستيك كارسينوما مثلا، فيها لوكال سبريد فظيع، عملت انفيجن لريكارنت لارينجيال نيرف، ما ماشي وراها اهو، يبقى كانسر ثايرويد. مالجنانت ليمف نود وضغطت على النيرف، نفس الكلام، تمام. نيك انجري وضرب النيرف، ستاب او حاجه. كانسر اوسوفاجس، مش هي مش الريكارنت ماشي في التراكيو اسوفجيال جروف، كانسر اسوفجس، وممكن حتى بص كريكوت كارسينوما لو جت في النص وامتدت لاترالي هتضرب ريكارنت لارينجيال نيرف، تمام، لان الكريكويد اهي، فالبوست كريكويد ريكارنت اهو اليمين وريكارنت الشمال اهو، تمام. طيب ده بالنسبه للنيك كوزس. نيجي بعد كده الشيست كوزس، الليفت اونلي، يضرب الليفت بس لان الليفت هو اللي دخل الثوركس، اما الرايت ما دخلش، الرايت لف حوالين السب كليفيان فين، سب كليفيان ارتري، بص اهو الليفت لف حوالين الاورتك ارش، ده الاورتك ارش اهو، بينما الرايت لف حوالين السب كليفيان، تمام كده، وبالتالي الرايت ما دخلش جوه الشيست، يبقى اللي دخل جوه الشيست الليفت، يبقى الليفت الفها لي برونكوجين كارسينوما في الابكس اوف ذا لانج، في الابر بارت اوف ذا لانج، كنت بتسموه زمان في سنه ثالثه في الباثولوجي بانكوست تيومر، يبقى برونكوجين كارسينوما. ممكن كاردو ثراسك اوبريشن، وانا بعمل عمليه كاردو ثراسك سيرجري، اضرب الريكارنت لارينجيال نيرف، بيتضرب على الليفت، تمام، وهو لف حوالين الاورتيك ارش، تمام كده. يبقى اذا لو انا بكشف على واحد ولقيت الليفت فوكال كورد بارالايزد، انا بشك في شيست كوز غالبا، ممكن او ممكن لا، لازم اكسكلود ان يكون في حاجه في الثوراكس، تمام. رابع حاجه بقى ايديوباثيك، ايه ده، ممكن الفوكال كورد يتشال لوحده كده يونيلاترال او بايلاترال، بس اليوني اكتر من الباي، ممكن ايديوباثيك، من 25 ل 30% من الحالات ممكن يتشال without known cause of unknown cause. It may be peripheral neuritis، peripheral neuropathy، viral peripheral neuritis، نزلت برد وجاله peripheral neuritis، او diabetic peripheral neuritis. الايديوباثيك ده بيمثل ربع الحالات، من ربع لثلث الحالات، 25% ل 30% من حالات الفوكال كورد باراليسيس. فاكر ايديوباثيك في البيلز بولسي 90%. نيجي بقى للسؤال المشهور قوي في الامتحانات، causes of unilateral vocal cord paralysis، وسؤال تاني causes of bilateral vocal cord paralysis. اليونيلاترال كل الاسباب اللي انا قلتها، هتقولها intracranial، cranial، extracranial اللي هي نيك وثوركس وايديوباثيك، تمام، يبقى كل الاسباب يونيلاترال، بينما البايلاترال انا بدي اسال سؤال، ينفع الفيجاس يتضرب على الناحيتين؟ لا، العين مات، ازاي يعني يتضرب على الناحيتين؟ ده الفيجاس ده اللي بيغذي اللنج والهارت، يتضرب على الناحيتين معناها العين مات، تمام. اذا اللي بتضرب على الناحيتين الريكارنت مش الفيجاس، الفيجاس هيتضرب على الناحيتين ازاي معايا؟ صعب جدا. اذا اللي بتضرب على الناحيتين الريكارنت لارينجيال نيرف، تمام. اذا كل البايلاترال نيكوزس، ما هو الثوركس ليفت اونلي، يبقى كل البايلاترال نيكوزس ميد لاين ليجن، علشان تضرب الاثنين ريكارنت ميد لاين ليجن، تمام. زي ايه؟ ثايرويد اوبريشن، اهي الثايرويد هنا اهي، يضرب الناحيتين ريكارنت الاثنين، يبقى ثايرويد اوبريشن. ثايرويد كانسر انا بلاستيك كارسينوما، تضرب الناحيتين ميد لاين، كانسر اوسوفاجس في النص يضرب الناحيتين، بوست كريكوت كارسينوما تضرب الناحيتين، معايا؟ اذا انا بتكلم في البايلاترال على ريكارنت لارينجيال نيرف، والفوكال كورد هيبقوا باراميديان لان سيبيرو لارينجيال ستيل سليم بيغذي كريكو ثايرويد اللي هو تنسور وسام ادكتور، يبقى يجيبه باراميديان، معايا؟ ده لو بايلاترال، يبقى ريكارنت لارينجيال نيرف اللي اتشال. طبعا لا تنسى كمان الميد لاين ليجن زي الايديوماتيك، ممكن ايديوماتيك يجي بايلاترال وممكن يجي يونيلاترال، تمام. طيب يبقى ده بالنسبه لسؤال اليونيلاترال والبايلاترال. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكتشر بتاع الفوكال كورد باراليسيس. ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع الفوكال كورد باراليسيس؟ ايه اعراض المريض؟ السيمبتومز بتاع العيان؟ والله هو الباراليسيس ده على ناحيه واحده يونيلاترال ولا ناحيتين بايلاترال؟ لو ناحيه واحده الصوت هيتبح، هورسنس اوف فويس، ديسفونيا، تمام؟ ليه؟ اقول يونيلاترال اهو. في فوكال كورد سليم اهو، وفي واحد اتشل. السليم بيجي في الميد لاين،
لما بتحرك ميد لاين، بينما المشلول مش عارف يجي في الميد لاين، فهيبقى فيه اير ليكج ديورنج الاكسبيريشن، فصوت يطلع فيه بحه لان في اير ليكج. بقول لك الهورس اوف فويس دي ممكن تو امبروف، ممكن وممكن لا، ممكن يحصل سبنتينيوس ريكفري للصوت من 6 ل 12 شهر، اسمها كومبنسيشن، تعويض. ازاي يعني؟ بص، الفوكال كورد السليم بيجي في الميد لاين والمشلول مش عارف يجي في الميد لاين، يقوم السليم وحش خل اتشل، فيقوم ربنا يقوي السليم يقوم يعدي له الميد لاين، يبقى الميد لاين ناحيه المشلول، حصل كومبنسيشن. السليم المشلول ما بيتحركش خلاص، يعني مش هيتنفخ في صورته ويرجع يتحرك تاني. امال ايه اللي بيحصل؟ السليم هو اللي ربنا نفخ في صورته وعدى لخول ميد لاين، دي اللي اسمها كومبنسيشن، ممكن تحصل من 6 ل 12 شهر. تمام؟ هل في سترايدر ولا ما فيش في اليونيلاترال؟ غالبا لا. عارف ليه؟ لان في واحد سليم بيفتح على الاخر بيعوض. تمام؟ بس لو الاثنين فتحوا يبقى احسن من واحد. ده ممكن يحصل ديزني او اكسيرشن، يعني لو طلع الدور الساتت او السابع على رجليه على السلم، عايز يفتح التوفوكال كورد فوق ابدكشن، فده يحس بديزنيا. تمام؟ سام سترايدر بسيط. لكن لو ماشي عادي زينا كده مش هيحس، لان هو الفوكال كورد بيفتح فبياخد نفسه عادي. يبقى اذا اليونيلاترال يعمل هورسنس نو سترايدر. عايز تكتب ديزنيا اون اكسيرشن ممكن. البايلاترال بقى، البايلاترال الاثنين فوكال كورد جم في البارميديان بوزيشن، قول لي ليه؟ انا قلت لك كلمه، هل ينفع الفيجاس يتضرب الناحيتين؟ لا، اللي هيتضرب الناحيتين الريكارنت لارنجيال نيرف، يبقى الاثنين باراميديان، لان كريكو ثايرويد لسه شغاله فتجيبهم ميديان، يبقى جنب الميد لاين يبقى باراميديان اهو. تمام؟ ايه ده؟ هو الباراميديان الشنك قد ايه؟ الشنك 4 مللي، طب ما هو ده مش كفايه للتنفس، يبقى يجيب سترايدور، سترايدور نارو شنك. خلاص؟ يبقى السيمتوم الاولى سترايدور، كانت السيمتوم الاولى في اليونيلاترال هورسنس، السيمتوم الاولى في البايلاترال سترايدور ديو تو نارو جلوتس، نارو شنك بالموبايل فوكال كوردز اهو 4 مللي. الفويس از ريلاتيفلي جود، طبعا في هورسنس، مفيش حاجه اسمها نو هورسنس، نو هورسنس ده كلام لسه رابعه، ولكن الفويس از ريلاتيفلي جود الى حد ما. ليه؟ لان الشنك 4 مللي فنمشيه، الفويس از ريلاتيفلي جود. تمام كده؟ لكن في ويكنس في الفويس الحقيقه. ليه؟ علشان الاير ليكج، بس هو الاير ليكج مش جامد 4 مللي، علشان كده قلنا ايه؟ ذا فويس از ريلاتيفلي جود. بيدرسوها لسنه رابعه ممكن يقول لك نو هورسنس. يبقى اذا اليونيلاترال مشكلته في الصوت هورسنس، البايلاترال باراميديان مشكلته في النفس سترايدور. وطبعا الباراليسز في 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 البايلاترال بالذات، بايلاترال ادكتور باراليسز وبايلاترال ابدكتور باراليسز. تمام؟ ده يعمل مينلي اسبريشن اللي هو البايلاترال ادكتور باراليسز، مفيش ادكشن، يبقى التو فوكال كورد ابدكتد، فيجي يشرب الميه تقع على اللارنكس، بايلاترال ابدكتور ادكتور باراليسز يبقى اسبيريشن، بينما البايلاترال ابدكتور باراليسز مش عارف يعمل ابدكشن، الابدكشن بارالايزد. تمام؟ فالفوكال كورد باراميديان اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ده، فالمين سيمتوم سترايدور. اذا في ناس بيقسموا البايلاترال الى بايلاترال ابدكتور باراليسز، ابدكتور باراليسز اللي هي سترايدور لان الابدكشن بارالايزد فييجوا باراميديان، وبايلاترال ادكتور باراليسز يعني مش عارف يعمل ادكشن، يبقى مشكلته اسبيريشن، يجي يشرب الميه تقع على يشرب. نيجي للساينس بقى الاكزامينشن. انت هتكزامن اللارينكس وهتكزامن الهيد والنيك والشيست علشان تشوف الكوز بتاع الباراليسز. انا عايز اعرف تيومر دايس هنا، تيومر دايس هنا، تيومر دايس هنا، ليه حصل فوكال كورد باراليسز؟ في حاجه دايسه على النيرف فانا بدور عليها. تمام؟ الا لو هو عامل فاريدكتوم وانا عارف. تمام؟ examination of the larynx ليه؟ علشان نشوف البوزيشن اوف ذا فوكال كورد اهم حاجه. هتكزامن اللارينكس بايه؟ بالاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي علشان نشوف البوزيشن اوف ذا فوكال كورد. ده اليونيلاترال فوكال كورد باراليس اهو، ده اليونيلاترال، يونيلاترال. تمام؟ الفوكال كورد ده مشلول، والفوكال كورد المشلول تملي، يمكن ده لسه ريسنت، بيبقى بوينج مقوس
ويقع ات لور ليفل، بوينج اند ات لور ليفل، ونشوفه هو براميديان ولا كادافيرك ولا وهكذا. ده البايلاترال، الاثنين في البراميديان بوزيشن، تمام كده؟ يبقى ده بالفليكسبل لارنجوسكوبي او بالاندايركت لارنجوسكوبي المرايه. اكزامينيشن اوف ذا هيد والنيك والشيست تو ديتكت ذا كوز، زي ما انا قلت ده الاكزامينيشن. تعال نشوف الفليكسبل لارنجوسكوبي اليونيلاترال والبايلاترال باراليسيس. ده اليونيلاترال، بص بقى شوف الفوكال كورد ده سليم اللي بيتحرك ده، واللي الفوكال ويفز اللي هنسميها بعد كده استروبوسكوبي، يبقى ده سليم. ده سليم، ده مشلول، ده مشلول ما بيتحركش خالص اهو، تمام. نورمال ايه؟ النورمال في ميوكوزا الويفز فايبريشن، دليل على ان المصل اللي تحت الميوكوزا سليمه، ده اللي هو ايه اليونيلاترال. تعال بقى شوف البايلاترال، هتلاقي الاثنين براميديان وما بيتحركوش. براميديان اهو، حركتهم فيري ليميتد، مش عايز يجي له سترايدور، ده لازم يجي له سترايدور، الشنك ضيق. بايلاترال تمام، دول البراميديان مفيش ميوكوزا الويفز خالص. نيجي بعد كده للانفستيجيشن، يبقى قلنا السيمتومز والساينس، نيجي للانفستيجيشن بتاع الفوكال كورد باراليسيس. هاو تو انفستيجيت، انا عايز اعرف ايه سبب الباراليسيس، تمام؟ هعمل له سي تي، اهم حاجه من السكال بيز للميد ثوراكس. ليه؟ ما هو ممكن يكون في سكال بيز ليجن، ممكن يكون في نيك ليجن، ممكن يكون في ثوراسيك ليجن، تمام؟ يبقى هعمل له سي تي من السكال بيز للميد ثوراكس. انت بتدور على ايه؟ بدور على تيومر دايس على النيرف شله، تمام؟ يبقى سي تي من السكال بيز للميد ثوراكس، ويفضل سي تي بالصبغه وذ كونتراست علشان لو في تيومر ماس. هعمله باريوم سوال، يمكن كانسر اسوفاجس وهو اللي دايس، فدايس على ريكرنت لارنجال نيرف. هعمله ثايرويد سكان، مش يمكن كانسر ثايرويد وهي اللي عملت انفيجن ريكرنت لارنجال نيرف. هعمله بان اندوسكوبي، اهو الصوره دي منيم الراجل وحاطط له برونكوسكوبي ما لقاش حاجه، اسوفاجوسكوبي ما لقاش حاجه، نيزوفارنجوسكوبي ما لقاش حاجه، هايبوفارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، جميع انواع الاندوسكوبيز بان اندر جنرال اناثيزيا. طب ولو شاف ليجن ياخد منها بايوبسي، تمام؟ يبقى اذا كلمه بان اندوسكوبي تاني مره اقولها في المنهج. اول مره كنت بدور على تيومر بعت ميتاستاسيس في الاوكالت برايمري، كنت بدور على تيومر، والنهارده بقول بان اندوسكوبي بدور على تيومر داس على النيرف وعمل فوكال كورد باراليسيس. اذا البان اندوسكوبي يوجوالي بستخدمها علشان ادور على تيومر، تمام؟ انا مش عارف هو ايه فبعمله بان اندوسكوبي، نيزوفارنجوسكوبي، هايبوفارنجوسكوبي، لارنجوسكوبي، برونكوسكوبي، اسوفاجوسكوبي، كل ده وهو نايم لقيت بايوبس، لقيت ليجن باخد منها بايوبس. استروبوسكوبي اللي انت شفتوها من شويه، انترميتنت فلاشز اوف لايت بتكون سايد مع الفوكال كورد موفمنت، تمام؟ وبالتالي بشوف الميوكوزال ويفز، لو لقيت في ميوكوزال ويفز ده جود بروجنوزس، يبقى المصل بيتحرك. مفيش ميوكوزال ويفز ده باد بروجنوزس، تمام؟ اهو الصوره اللي انت شفتها قبل كده اهي، بص بص ده ميوكوزال ويفز سليم، ده نورمال، الناحيه دي نورمال، الناحيه الثانيه دي بارالايزد، مفيش اي ميوكوزال ويفز. واقول ايه؟ ففي ويفز، تمام؟ ده الاستروبوسكوبي.
التريتمنت بتاع الفوكال كورد بارالسيس هو كان يونيلاترال ولا بايلاترال؟ اليونيلاترال الاول. اليونيلاترال مشكلته ايه في الصوت؟ هو الفوكال كورد بارالايزد يونيلاترالي. طيب ما يمكن تيومر اللي دايس يونيلاترالي ده ساين اوف تيومر. اه ممكن ميد لاين تيومر في الثايرويد في الاوسوفجاس في التراكيه في البوست كريكويد ريجن تشيل الاثنين، بس انا دلوقتي بدات باليونيلاترال. فطالما يونيلاترال هشك في تيومر، تمام؟ يبقى تريتمنت اوف ذا كوز نمره واحد، تريتمنت اوف ذا كوز اللي هو الكوز بتاع الباراليسيس. الكوز ايدنتيفايد وعالجته، او ما لقيتش كوز كان ايديوباثيك، يبقى اذا نكمل بقيه التريتمنت. استنى لغايه من 6 ل 12 شهر يمكن يحصل سبنتينوس كومبنسيشن اللي هو السليم يعدل اخوه الميد لاين المشلول والصوت الى حد ما يتحسن، تمام؟ ممكن يحصل ممكن لا، ده اللي هو استنى من 6 ل 12 شهر. ما حصلش كومبنسيشن والعيان صوته ستيل وحش، يبقى السيرجيكال تريتمنت، يبقى الانديكيشن اوف سيرجري فيلير اوف كومبنسيشن، ما حصلش كومبنسيشن، تمام؟ ده الانديكيشن اوف سيرجري من 6 ل 12 شهر. في ناس بيقولوا 3 شهور، يعني استنى 3 شهور، ولكن لا يعني ايرلي قوي. طيب يبقى اذا ما حصلش كومبنسيشن يبقى السيرجيكال تريتمنت. ايه الايم؟ الايم بتاع السيرجري ايه؟ هي مشكله العيان ايه؟ في الصوت، ان الديسفونيا الهورسنس، ان المشلول مش عارف يجي في الميد لاين علشان يقابل اخوه، السليم بيجي في الميد لاين عايز يقابل اخوه علشان يحصل فول ادكشن، ادكشن لازقين في بعض علشان اكسبايرد اير يطلع يزوم. اذا انت مشكلتك في الهورسنس ان السليم مش عارف يقابل المشلول، طب ما تخلي المشلول يقابله، انك تثبت المشلول تجيبه هو لاترال تجيبه في الميد لاين تثبته، يقوم لما اخوه يجي له يقابله، تمام كده؟ يبقى اذا هجيبه في الميد لاين، هجيبه في الميد لاين هثبته، يبقى ميديال ديسبليسمنت او ميديالايزيشن، ميديالايزيشن او ميديال ديسبليسمنت اوف ذا بارلايزد كورد، واعمل له فيكسيشن في الميد لاين، يقوم اخوه يعني هجيب كل لعبي وكل شغلي على المشلول، يبقى هجيب المشلول ده اثبته في الميد لاين هنا اهو، يقوم اخوه السليم لما يوصل للميد لاين يلاقي المشلول موجود في الميد لاين الصوت يتحسن الى حد ما، يبقى ميديال ديسبليسمنت او ميديالايزيشن. طيب دكتور ايه انواع الاوبريشن؟ احقن ماده لاترال للبارلايزد كورد تقوم تزقه ميديال، هي لاترال تزقه ميديال، اعتبر ده كده كورونال سيكشن في اللارنكس المنظر ده. انا ده الفولس كورد وده ترو كورد، تمام؟ هجيب ماده احقنها هنا بالمايكرو لارينجو سيرجري. الماده دي مثلا زي ماده التيفلون، تمام؟ هحقن ماده التيفلون لاترال للكورد فيروح ميديال. دي لو حقنت زياده هتجيب له هورسنس، هيعدل لاخوه الثاني الناحيه الثانيه، فما ينفعش تحقن زياده. يبقى تيفلون انجكشن لاترال للبارلايزد كورد. ممكن في ناس بتحقن فات، في ناس بتحقن هايلورونيك اسيد، في ناس بتحقن كذا ماده، كانوا زمان بيحقنوا الكولاجين، تمام؟ بس التيفلون ده يمكن ماده مشهوره. طيب يبقى اذا حقنت ماده هنا زقت الفوكال كورد كده. في ميديالايزيشن ثايروبلاستي اللي هو عباره عن ايه بقى؟ هفتح شباك في الثايرويد ايلا هنا اهو اهو ثايروبلاستي، وبعدين اجيب سايلاستيك بلوك ماده انر 3 تتفاعل مع الجسم واروح حاططها في الباراجلوتيك سبيس لاترال للكورد وازق الكورد ميديالي. اسمها ميديالايزيشن، ممكن تعمل بلوك الانستيزيا على فكره، وممكن جنرال اهي السايلاستيك بلوك اهي، ورحت زائقها زائق بيها الفوكال كورد هي كده في البراجلوتيك سبيس، وثبت الفوكال كورد في الميد لاين وقفلت الشباك بتاع الثايرويد كارتليج تاني، تمام؟ اللي هو الثايروبلاستي. يبقى عملت ميديالايزيشن ثايروبلاستي ثبته في الميد لاين، خلي بالك مش على حساب النفس، ما تضيقش جامد، تثبته في الميد لاين جاست، تمام؟ فدي العمليات اللي بتتعمل، يا اما تيفلون انجكشن لاترال بارالايزد كورد، وانا ممكن ارسمها لك كده اهي، لو الثايرويد الى دي كده والثايرويد الى دي كده اهو، والاريتينويد اهي، والكورد اهو يمين وشمال، انا هحقن ماده هنا فتقوم تزق الفوكال كورد ميديال تثبته في الميد لاين. يبقى ده تيفلون انجكشن لاترال بارالايزد كورد بالمايكرو لارينجو سيرجري. يا اما العمليه الثانيه ميديالايزيشن ثايروبلاستي اللي هي دي، بص بقى بفتح شباك هنا واجيب سايلاستيك بلوك ادخله يزق لي الفوكال كورد الميد لاين واقفل الثايرويد كارتليج تاني. ده اللي هي الصوره اللي قدامك دي ميديالايزيشن ثايروبلاستي.
فدول عمليتين. جالنا واحد نصاب اسمه تكر، عمل تكرز اوبريشن. ايه تكرز اوبريشن دي؟ قال لك ايه؟ الله، مش النيرف تشل اللي بيغذي اللارينكس؟ طب ما تجيب نيرف تاني تخليه يغذي العضلات بتاع اللارينكس. ازاي يعني؟ هات الانسا سيرفيكاليس مثلا بحته عضله من الاوموهايود اللي هو بيغذيها، وازرعها في البارالايزد كورد، ري انرفيشن بروسيدجرز. قال ايه؟ الفوكال كورد يرجعوا يتحركوا تاني، والعضلات ترجع تتحرك تاني، والنيرف ياربورايز. ده طبعا انا مش مقتنع بيه، تمام، وبسميه نصاب. ده اللي هو ري انرفيشن بروسيدجرز، اللي هو تكر، تكرز اوبريشن، تمام. بدا العمليات دي سنه 76، ومع ذلك في ناس جيل بيتكلم وراه وبيقول بنفس اللغه، تكرز اوبريشن، ري انرفيشن بروسيدجرز. نيجي بقى البايلاترال فوكال كورد باراليسيس. الاثنين فوكال كورد بارالايزد، مشكله العين ايه؟ في النفس مش الصوت. الاثنين باراميديان، يبقى لازم اعمل تراكيوستومي. مش فاكر لما انا قلت لك طالما في سترايدور في السيمتوم يبقى لازم تراكيوستومي؟ يبقى اول حاجه تراكيوستومي، طالما في سيفير سترايدور تراكيوستومي، تمام. طيب وبعدين ايه الكومنست كوز للبايلاترال فوكال كورد باراليسيس؟ عمليه الثيرويدكتومي، عمليه الثيرويدكتومي. طب انا كجراح وانا بعمل ثيرويدكتومي في نهايه العمليه هعرف ازاي ان انا عملت انجري للريكرنت لارينجيال نيرف على الناحيتين؟ هو لو ناحيه واحده هتبقى هورسنس، مش هعرف الا لما عيني فوق من البنج ويتكلم، تمام. طب لو الناحيتين اعرف ازاي اثناء العمليه؟ مش هعرف برضه، لان العيان اثناء العمليه بيتنفس من تيوب البنج. ما هو اثناء الانستيزيا في اندوتراكيال تيوب وواصل بالاكسجين والانهيليشنال انستيزيا. فانا كجراح بعد ما قفلت الجرح انا ما اعرفش انا ضربت ريكرنت لارينجيال نيرف على الناحيتين ولا لا، الا لما العيان دكتور التخدير هو بيفوقه، لما يشيل تيوب البنج اكستوبيت، يشيل تيوب البنج. اول ما يشيل تيوب البنج العين اتخنق. لا، اقول له دكتور التخدير انتوبيت بسرعه تاني، انتوبيت، فيروح حط التيوب واروح فاتح الجرح بتاعه وشايف انا هببت ايه. ما يمكن ربطت ريكرنت لارينجيال نيرف على انه بلاد فيسل ارتري، ميبي تيكن انتو ليجيتشر، اروح افكها، تمام. يبقى اذا اف ديتكتد ات ذا اند اوف ثيرويدكتومي ري اكسبلوريشن، افتح الجرح تاني اكسبلور، استكشف انا عملت ايه. معايا؟ طيب حكايه الانستموزس للنيرف تاني لسه مش ويل استابليشد في ريكرنت الارنجيال نيرف، وخاصه ان ده دي مايلينيتد نيرف مش زي الفيشال نيرف. طيب السيرجيكال تريتمنت بقى، الاثنين باراميديان بوزيشن، مشكله العين في النفس، تمام. هجيب وان اوف ذا فوكال كورد وابعده لاترال علشان افتح الايروي، افتح الشنك، المسافه اللي بتوني التو فوكال كورد. يبقى عكس اليونيلاترال. اليونيلاترال كنت بجيب الفوكال كورد المشروع في الميد لاين علشان اخوي قبله علشان احسن الصوت. هنا بقى الاثنين جايين باراميديان فالعين مخنوق، فهجيب واحد لاترال علشان افتح ايروي، يبقى لاترال ديسبيسمنت اوف وان اوف ذا بارايز كوردز تو امبروف ذا ايروي. ما هو انا لو فتحت الاثنين هيشرق وهو بياكل ويشرب، فالميه والاكل هينزلوا على اللارينكس والتراكيه، يبقى هلعب على واحد، تمام. طيب يبقى lateral displacement of the one of the paralyzed cord to improve the airway، بس هي improve the airway هتجيب الفوكال كورد laterally على حساب مين؟ على حساب الصوت. ما هو الاثنين كانوا قريبين من بعض فالصوت الى حد ما كويس، فلازم تقول للعيان انا هسلك لك نفسك بس على حساب الصوت. معايا؟ طيب التايبس اوف ذا اوبريشن ايه بقى؟ اريتينويدكتومي زائد او نايس بستيرو كوردكتومي. اهي مش كان في اريتينويد هنا اهي، والفوكال كورد كان هنا، شلتهم، فتحت الايروي اللي تحتهم علشان يتنفس من الحته دي، بيتعمل بالمايكرو رينجو سيرجري بالليزر، مايكرو رينجو سيرجري اللي هي دي بالليزر، شعاع الليزر. يعني هي كانت اريتينويد زي دي واريتينويد زي دي، انا جيت وشلت الاريتينويد دي والبستور بارت بتاع الكورد بشعاع الليزر، فعملت هولو العين يتنفس منه على حساب الصوت طبعا. يبقى اذا اريتينويدكتومي زائد او ناقص بوستيريور كورديكتومي، تمام. في واحد اسمه كاشيما ياباني عمل كوردوتومي، بيفتح في الفوكال كورد كده ويشيل ويدج وبالتالي يحصل فايبروزس فيفتح ايروي مثلا،
بس مش عليكم مش مهم. اريتينيدكتوم زائد او نايس بستور كورتيكتوم بالمايكرويدو سيرجر بالليزر. ده من ضمن محاسن الليزر، شعاع الليزر كربون دايوكسيد ليزر. نيجي بعد كده، طب قبل ما يخترعوا المايكرويدو سيرجر والمناظير والميكروسكوبات والكلام ده كانوا بيعملوا ايه؟ وودمان، عمليه الراجل الخشب. هو اسمه وودمان، هو اسمه كده، ربنا خلقه كده جراح. وودمانز اوبريشن، عمليه بقى لها يجي 100 سنه او اكتر. تمام، ايه وودمان اوبريشن دي؟ هي اللي قبلها الارتينيدكتومي وبستيروكورديكتومي، بس من غير منظار ولا ميكروسكوب، مش مايكرولارنجوسكوبي، اكسترنال ابروتش من بره. وودمان ده كان بيفتح من هنا من بره، تمام، ويجيب البارالايزد كورد مثلا. ده البارالايزد كورد اهو هنا قبل ما اعمل ارتينيدكتومي، والارتينويد هنا، فيروح شايل الارتينويد تمام من بره، شايلها رميها، ويروح جايب البارالايزد كورد مثبته في القلة بتاع الثايرويد. بص هرسمها لك انا بايدي، اريتينويد اريتينويد، وده الفوكال كورد، هو بيفتح من بره من النك اكسترنال، وروح شايل الاريتينويد اهو، شلت الاريتينويد اهو، وروح جايب البارالايزد كورد ده مثبته في القلة بتاع الثايرويد، والعيان يتنفس من كل الجزء الازرق ده. تمام كده؟ يبقى اذا اكسترنال ابروتش اريتينيدكتومي اند كوردوبيكسي. يعني ايه بيكسي؟ فيكسيشن. بيكسي يعني فيكسيشن، ثبت الفوكال كورد في القله بتاع الثايرويد هنا اهو، لزقهم، يبقى كوردوبيكسي، بيكسي للكورد عن طريق اكسترنال ابروتش. ده وودمانز اوبريشن من بره، ما حدش عاد بيعملها دلوقتي طبعا، لان المناظير دلوقتي بقت منتشره، اللي هو المايكرو انجو سيرجري اللي هي نمره واحد، اريتينيدكتومي زائد اونايس بستور كوردكتومي. الله، مش في اليونيلاترال عملنا ميدياليزيشن ثيروبلاستي؟ تم في البايلاترال ممكن نعمل لاتراليزيشن ثيروبلاستي ازاي؟ اللي هي العمليه دي، لاتراليزيشن ثيروبلاستي دي. تمام، ازاي يعني تتعمل؟ ده سهل قوي. بص، ده دي اسهل من الميدياليزيشن ثيروبلاستي. هجيب خيط وادخله من فوق الفوكال كورد، واعديه من على الكورد، واعديه من تحتيه اهو، خيط يعدي من فوق الفوكال كورد لتحت الفوكال كورد، وشد واربطه بزرار هنا من بره، فانا شديت الفوكال كورد لاترالي. هرسمها لك اهي، سيبك من الرسمه دي اهي، ثايرويد الى اهي، وفوكال كورد اهو، واريتينويد، فوكال كورد اهو، واريتينويد. هروح جايب خيط ومعديه، هرسمه بالازرق اهو، وشد كده، تقوم الفوكال كورد ده يجي لاترال هنا، شدته بخيط، وممكن اربطه بزرار من بره في السكين، بس خيط نون ابزوربابل، نايلون، حاجه مش ابزوربت. تمام، اسمها لاترالايزيشن ثيروبلاستي، لاترالايزيشن ثيروبلاستي عكس الميدياليزيشن ثيروبلاستي. العين هيشرق شويه اه طبعا لغايه ما يحصل كومبنسيشن على حساب الصوت. تمام، نيجي بقى تكر، ظهر لنا تكر في البخت تاني، تكرز اوبريشن ري انرفيشن بروسيدجرز. قال لك انت زعلان ليه؟ مش الاثنين فوكال كورد بارالايزد والعين مش عارف يتنفس؟ طب ما نرجع تاني نغذي العضلات بنيرف تاني. جاب الانسا سيرفيكاليس بالاومهايد وزرعها في عضلات اللاركس، قال ايه بتزرع تاني وترجع تتحرك تاني. تكرز اوبريشن او ري انرفيشن بروسيدجرز. اذا الايم بتاع اليونيلاترال بتاع العلاج ان انا اجيب الفوكال كورد اثبته في الميد لاين علشان احسن الصوت. الايم بتاع العلاج في البايلاترال ان انا ابعد وان اوف ذا فوكال كوردز علشان العين يتنفس. بعدتهم يا اما قطعت حته من الفوكال كورد والاريتينويد، اريتينويدكتومي اند كوردوبيكسي الاولانيه دي، يا اما وودمان بعدتهم من بره، يا اما لاتراليزيشن ثيروبلاستي، يا ري انرفيشن بروسيدجرز بتاعتك. نيجي للارينجيال ايديما. لارينجيال ايديما او ايديما اوف ذا لارينكس، ده حاجه فيتال، حاجه مميته. تمام، اللارنجيال إديما ده إديما مية تحت الميكوزة بتاع اللارينكس، وبالتالي العيان يتخنق. سترايدور معايا؟ اه طبعا، ده سبب مش قليل للسترايدور. طيب اللارنجيال إديما دي اسبابها ايه؟ زي اي إديما في الجسم، ممكن تبقى تروما، انت ضربت بالبوكس وبعد كده ايدك ورمت مية تحت السكين، يبقى ممكن تبقى تروماتيك، ممكن تبقى انفلاماتوري، انفلاماتوري إديما، اه اي انفلاميشن ممكن يعمل إديما، ممكن تبقى تيومر وداس على الليمفاتيك فيسل العامة الليمفيديما، ممكن ميسيلينيس، بنقول تروماتيك يا ميكانيكال يا كيميكال يا فيزيكال. ميكانيكال ازاي يعني؟
يعني واحد اتضرب بالبوكس حصل لارنجيال اديما جوه الميكوزا ورمت كيميكال، واحد شم اريتنت جازس مثلا، اللي على فكره الميكانيكال سيرجيكال واكسيدنتال، الكيميكال اريتنت جازس، الفيزيكال هوت ستيم انهاليشن او راديو ثيرابي وعمل اديما. انفلاماتوري يا اكيوت انفلاميشن تمام، سبيسيفيك او نون سبيسيفيك، وتقعد تعدهم لي، السبيسيفيك زي الدفتيريا والنون سبيسيفيك زي الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس او لارينجوتراكيو برونكايتس او ابيجلوتايتس وحصل لارينجيال ايديما تمام. وهتقعد تقول ليه الايديما اكتر في الاطفال علشان 4 اس مش هنكررهم تاني. ممكن كرونيك سبيسيفيك زي الجرانيولوما، يعني ايه زي الجرانيولوما؟ التي بي، الليبروزي، اللوبس تمام، وعمل اوبستراكشن ليمفاتيك فيسلز، اكستنشن من فارنجيال سابيوريشن. فاكر لما انا قلت لك ريترو فارنجيال ابسس؟ ممكن ينزل ايديما. فاكر لما قلت لك لودفيجز انجينا؟ تنزل 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 لارنجيال ايديما. كوينزي بارا فارنجيال ابسس لو اتساب نفس الكلام، يبقى اكستنشن من فارنجيال سابيوريشن، تنزل ايديما بالجرافيتي على اللارنجز بالذات اللودفيجز انجينا دي. نيجي نيوبلاستيك اسمها انجينا خنقه، نيوبلاستيك تيومر وداس على الليمفاتيك فيسل، كانسر في المنطقه دي وداس على الليمفاتيك درينج بتاع اللارنجز، ليمفيديما، ميسيلينيوس، انجيونورتيك ايديما، الرجي، رحت البلد ناموسه قرصتك، عندك حساسيه من الناموس، جسمك كله ورم بما فيها اللارنجز، كلت اكله جديده عليك، عندك حساسيه، فراوله، مانجا، بنانه وهكذا، جالك لارنجيال ايديما وكل جسمك ايديما، انجيونورتيك ايديما تمام. ممكن تبقى جزء من جنراليزد ايديما اللارينكس، انا ساركه اللي هي جنراليزد ايديما، كاردياك رينال او هيباتيك ايديما، طبعا في الهيباتيك فيلير، في رينال فيلير وكاردياك فيلير بيحصل ايديما في كل الجسم واللارينكس بيورم كجزء من الجسم، يبقى دي اسباب اللارينجيال ايديما اللي هي تروماتيك او انفلاماتوري او نيوبلاستيك او ميسيلينيس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع اللارينجيال ايديما، انا قلتها طبعا كل لارنجيال ميكوزا مورمه، بيبقى فيها الفوكال كورد بالسوبرا جلوتيك بالسب جلوتيك، بس مين اللي سب جلوتيك علشان ايه؟ هي اللي ضيقه. فهيجي العين سترايدور، لازم، ما هو الايروي ضيق بالايديماتس ميكوزا، هيجي العين هورسنس طبعا، ما هي الدنيا مورمه والفوكال كورد مورم. بالساينس بقى بالاكزامينشن الاندايركت او الفليكسبل لارنجوسكوبي هشوف اللارنجيال ايديما. التريتمنت بتاعها ايه؟ انا عايز اسيف اللايف بتاع البيشنت، خلي بالك دي لارنجيال ايديما وسترايدور. اول حاجه احطه على اكسجين، اكسجين انهاليشن، وادي له انتي اديمتاس دراجز زي ايه؟ لو حاجه سريعه قوي سوليابل كورتيزون، هيدروكورتيزون، اي في انجكشن اسرع، ادرينالين سبكيوتينيوس، انتي هيستامين وهكذا، الحاجات الانتي اديمتاس ماشي. ده يبقى احطه على ستانوت اكسجين واحط الحاجات الانتي اديمتاس. ده الميديكال تريتمنت. نيجي للسيرجيكال تريتمنت، عيان داخل لك الحوادث وعنده لارنجيال ايديما وحطيته للاكسجين وستيل واديته انت ايديماتس ومفيش فايده، خلاص اعمله تراكيوستومي، يبقى تراكيوستومي، ما عنديش فاسيلتيز للتراكيوستومي، يبقى اندو تراكيال انتوبيشن، احط له اندو تراكيال تيوب، دي تراكيوستومي اهي، يا اما احط له اندو تراكيال تيوب وادي له انت ايديماتس عم ربنا يفكها. اللارنجيال ستينوسس كموضوع، اولا يعني ايه كلمه لارنجيال ستينوسس؟ نارونج اوف ذا لارنجيال لومن، يعني ده مثلا لارنجيال لومن تمام، حصل استينوزس طبعا ده سب جلوتيك وده هنا سب جلوتيك تمام، لان ده جلوتيك وده سوبرا جلوتيك. الاستينوزس مينلي بيبقى سب جلوتيك، لكن ممكن يحصل سوبرا او جلوتيك او سب، لكن مينلي ايه؟ سب جلوتيك، لان اللارنج شكله عامل كده، فالسب جلوتيك اريا هي ادي جزء فانل كده تمام. يبقى اذا السب جلوتيك اريا هي ادي جزء، يبقى اللارنجال استينوزس يا اما يحصل سوبرا او جلوتيك او سب، بس المين هو السب جلوتيك. نارونج اوف ذا لارنجيال لومن، نارونج اوف ذا لارنجيال لومن. ايه اسباب اللارنجيال ستينوزس؟ ممكن كونجنتال ستينوزس، كل التيوبال ستراكشر بتاع جسمك كانت مليانه ايبيثيليوم، وقبل ما بنتولد بيحصل ريكانالايزيشن تمام، زي اللارنج، زي التراكيه، زي اليوريثرا، زي اليوريتر وهكذا، فحصل فيلير اوف ريكانالايزيشن تمام، partial failure of recanalization of the laryngeal lumen. طبعا لو complete failure atresia، العين مات still birth، مش هتشوفه اصلا تمام. يبقى حصل partial failure of recanalization، يعني الكنال recanalized بس مش completely stenotic.
ممكن تروما وعملت لارنجيال ستينوس طبعا، بالذات لو الكريكود اتكسرت، الكريكود اللي ذا اونلي كومبليت رينج حصل لها بريكوندرايتس ستينوس نتيجه الفايبروزس، تمام؟ يبقى اذا التروما ميكانيكال او كيميكال او فيزيكال زي اللي قلناها في التروما تو ذا لاركس، هتقولهم تاني. انفلاميشن بكل جرانيولوماس، لا تنسى اللارينجوسكليروما، الصوره دي كانت بتيجي سب جلوتيك على فكره، ده السب جلوتيك فايبروزس، تمام؟ يبقى اذا اللارينجوسكليروما ممكن تعمل لارينجال ستينوس سب جلوتيك ستينوزس، لان هتيجي في السب جلوتيك اريا اصلا. ممكن التي بي لارينجايتس، ممكن سيفيليتيك لارينجايتس، ليبروماتس لارينجايتس، كل الجرانيولوماس ده لارينجال ستينوس قلناها في جرانيولوما. نيوبلاستيك كانسر وانفيدنج الكارتليج، الكارتليج هيتفتت وبالتالي نكروزس وستينوزس، يبقى كارسينوما انفيدنج الكارتليج، او كارسينوما اتعالجت بريديوثيرابي يجي له ايراديشن بريكوندرايتس. لما بتعالج الكانسر اللي في الهيد اند نيك بايراديشن بريديوثيرابي، ايه اللي بيحصل؟ الريديوثيرابي ده بيعمل فايبروس للبلاد فيسل، المفروض يعمل فايبروس للبلاد فيسل بتاع تيومر وكمان بتاع نورمال تيشو، فلما يحصل فايبروزس للبلاد سبلاي بتاع البريكوندريم هيحصل بعد كده lack of blood supply of the cartilage pericondritis stenosis، اسمها irradiation pericondritis. الكومن استكوزس اوف لارنجيال ستينوس ايه؟ عارف لو ما كانش حوادث العربيات زادت قوي كانت بقت اللارينجوسكليروما، كان زمان اللارينجوسكليروما قبل حوادث العربيات ما تزيد قوي كده، تمام؟ يبقى اللارينجوسكليروما بقت السكند كومن كوز لانها بتيجي سب جلوتيك وي ار ان ايجيبت، يبقى اللارينجوسكليروما سكند للراينو، تمام؟ Nowadays ايه الكومنست كوز بقى؟ برولونجد كافد انتو تراكيال انتوبيشن، مع التقدم الرهيب في الرعايات المركزه، حوادث العربيات زادت جدا والرعايات المركزه اتقدمت، وبالتالي العيانين زمان قبل التقدم بتاع الرعايات المركزه من فتره، فكان لما يعمل حادثه ممكن يموت وقتها، لا دلوقتي اللايف سبان زاد، بيعيش وبيروح الرعايه المركزه وبيتحط على جهاز تنفس صناعي. جهاز التنفس الصناعي ده بيوصله ازاي؟ بيحط له اندوتراكيال تيوب زي دي فيها كف بالونه، كف بالونه في نهايتها اللي هي كف اندوتراكيال تيوب، ممكن اوريكم كف تيوب كمان شويه. يبقى كف اندوتراكيال تيوب، الكف دي بتزنق على التراكيه لانها بتبقى في السبجلوتيك اريا، الكف دي لما تزنق على التراكيه اللي هي الحته دي البالونه دي، هي اصلا وظيفتها ايه الكف دي؟ بتمنع السلايفا والدم ان ينزل على التراكيه، تمام؟ والاكسجين يبقى رايح على التراكيه بس، ما يرتجعش تاني من حواليه، يعني الكف اهي تيوب اهي والكف حواليه اهي، فكل الاكسجين يروح على الايروي تحت ما يرتجعش تاني. طيب الكف دي بتعمل بريشر على البلاد فيسل في السب جلوتيك اريا والتراكيه، بتاكزرت بريشر، البريشر ده بيعمل سكويزنج البلاد فيسل فيعمل اسكيميا، فلما يحصل اسكيميا يحصل بور بلاد سبلاي، وبالتالي يروح حاصل نيكروزس للكارتليج ويلم باي ستينوزس. بص بقى اهي دي الاندوتراكيال تيوب اتنفخت، نفخناها انفليتد، زنقت على السراوندنج اريا. علشان كده بنقول لما يكون واحد محجوز في الرعايه المركزه ومحطوط على جهاز تنفس صناعي كافد اندوتراكيال تيوب، عدى عليه اكتر من 10 ايام لازم تشيل ايده الكافد اندوتراكيال تيوب دي وتعمل له تراكيوستومي، تمام؟ علشان ما يجيلوش سب جلوتيك ستينوزس نتيجه للبرونجد كاف اندوتراكيال انتوبيشن اللي زنقت على البلاد فيسل، اهي الكف اهي والتراكيه اهي، فزنقت على البلاد فيسل اللي هنا كريكودو تراكيال رينج، هيحصل لها بريكوندرايتس وستينوزس. يبقى الكومنست كوز ناو دايز برونجد كاف اندوتراكيال انتوبيشن في الرعايه المركزه، تمام؟ السكند كومن اللارينجوسكليروما، كان زمان هو الكومونست. نيجي للتايبس اوف ستينوزس، قلت لك سوبرا جلوتيك ستينوزس رير لان السوبرا جلوتيك اريا واسعه اللي هي في المنطقه دي، سوبرا جلوتيك ممكن جلوتيك المنطقه دي بتاع الفوكال كورد برضو مش كومن، لكن السب جلوتيك كومن، واتكلمنا عليه كونجنتال سب جلوتيك ستينوزس، تمام؟ في الكونجنتال انوماليس يبقى سب جلوتيك ستينوزس في المنطقه دي، حصل فايبروز في السب جلوتيك اريا وبالتالي سب جلوتيك ستينوس هي الكومنست، علشان السب جلوتيك اريا هي النارست بارت زي الصوره دي كده بالمايكرو انجوسكوبي، سب جلوتيك ستينوس والعين بيتنفس من الخرم الصغير ده، الفوكال كورد اهو سليم يمين وشمال، بينما كل دي فايبرس تيشو. فاكر اللارينجوس كلوما نفس المنظر.
الكلينيكال بيكشر بتاع السبجلوتال ستينوز لان هي الكومنست السيمتومز هتعمل استرايدور لمن نارنج للارنجال يومن الايرويداء وبالتالي يعمل استرايدور. الاسترايدور طالما سبجلوتيك لان هي الكومنست سبجلوتيك يبقى الاسترايدور هنا باي فيزيك فاكر مع الانسبيريشن ومع الاكسبيريشن يبقى استرايدور باي فيزيك نو هورسنس. طبعا نو هورسنس ليه؟ لانها تحت الفوكال كورد ما هي دي سبجلوتيك. لو الفوكال كورد افكتد يبقى في هورسنس ده هنا سبجلوتيك يبقى نو هورسنس ولكن في ويكنس في الفويس لان الاكسباير دير اللي هيطلع يهز الفوكال كورد يفايبريت قليل علشان السبجلوتيك اريا ديه يبقى ويك فويس لكن نو هورسنس. نيجي للساينس ده بتكشف عليه بالاندايركت لارنجوسكوب او الفليكسبل لارنجوسكوبي هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده اللي هو ده هيبان سيان بالاندايركت لارنجوسكوبي الفليكسبل لارنجوسكوبي المايكرو لارنجوسكوبي هو هيبان المنظر ده. الانفستيجيشنز بتاع الارنجال ستينوس اللي هو مينلي سبجلوتيك هتعمله سي تي. اول حاجه هتعملها السي تي. السي تي هتبين لك ثلاث حاجات السايت اوف ذا ستينوزس فين هو جلوتيك ولا سوبرا جلوتيك ولا سب جلوتيك. طب سب جلوتيك ممتد لفين يبقى السايت الديجري اوف ذا ستينوزس يعني اليومن اللي العين بيتنفس منه دي على فكره ده السي تي. بص ده الاستينوزس كل دي ستينوزس اليومن بتاع الايروي بيبان الهواء بيبان اسود فباين انه مزنوق في الجزء ده ناروينج الجزء ده مزنوق اهو بينما التراكيه هنا نورمال تمام يبقى كل دي الاستينوتيك اريا اللي هي ناروينج للاير كولم يبقى بيبين للسايت الديجري اليومن قد ايه العين مخنوق جامد ولا لا مثلا تمام. اللينث اوف ذا ستينوزس اللي هي الثيكنس اوف ذا ستينوزس تمام اهو الثيكنس بتاع دي من هنا لهنا بص من الحته دي لغايه الحته دي ايه ده ليه الثيكنس او اللينث يهمني في ايه اللينث بنقول علشان البار اوف بنتريشن اوف كربون دايوكسيد ليزر لو هعملها بالمايكرو ريونج سيرجري واشيل الستينوتيك اريا الفايبرس تيشو بالليزر لان البار اوف بنتريشن اوف ليزر اب تو 1 سنتيمتر تمام فلو هي اكتر من 1 سنتيمتر خلاص ما بوجعش دماغي واعملها بالليزر يبقى على طول اكسترنال واشيلها تمام يبقى اشيل الفايبروزس يبقى ده السي تي بيبين لي السايت واللينث والديجري اوف ذا ستينوزس برضه بعمله دايركت لارنجوسكوبي اللي هو ده تمام بشوف الاستينوزس بعيني ولو كان ديو تو ليجن زي لارنجوسكليروما مثلا اخد بايوبسي واحللها علشان اشوف الموكوليك سيلز والروزال بودي ده اللي هو الانفستيجيشن يبقى سي تي وبعمل دايركت لارنجوسكوبي واخد بايوبسي. علاج السبجلوتيك ستينوزس هتلاحقه ازاي؟ واحد جاي لك بسترايدر احنا قلنا لو في سترايدر في السيمتوم يبقى اول كلمه في التريتمنت تراكيوستومي يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدر تراكيوستومي هنا هتتعمل له تراكيوستومي يعني في فايبروس هنا او سكلوروماتستيشو هنا يبقى تبعد عنها وتفتح بعيد يبقى اذا لو تراكيوستومي ابعد عن الاستينوتيك اريا يبقى ده تراكيوستومي. طيب عملت سيفنج للايروي وبعدين هشيل بقى الفايبروستيشو اللي سده يبقى اذا مايكرو رينجو سيرجري واشيل الفايبروزس. مايكرو رينجو سيرجري هنايم العين اندر جنرال اناتيزيا واحط له دايركت لارنجوسكوب وبالميكروسكوب واشيل بالليزر شعاع الليزر كربون دايوكسيد ليزر. البار اوف بنتريشن اوف كربون دايوكسيد ليزر اب تو 1 سنتيمتر فلو اللينث اقل من 1 سنتيمتر او اب تو 1 سنتيمتر هشيلها بالليزر بالمايكرو رينجو سيرجري. ده اللي هو الاندولارنجال سيرجري من جوه اللارنكس. اما ممكن اعملها من بره لو الاستينوتيك اريا اكتر من 1 سنتيمتر يعني انا شفت اللينث بالسي تي اللي هو الثيكنس تمام الاكستنشن اللي تحت وبالتالي يبقى لو اللينث اكتر من 1 سنتيمتر يبقى لارينجو فيشر. لارينجو فيشر هي الرسمه اللي قدامك دي سبليتنج اوف ذا ثايرويد كارتليج من الميد لاين اهو دي الثايرويد كارتليج اهي بفتح عند الانجل بتاع الثايرويد ادمز ابل واجيب الاله اليمين يمين والاله الشمال شمال وبعدين ادخل اشيل كل الفايبرس تيشو والرو اريا اللي اتثابت دي اجيب سكين جرافت من الثاي مثلا واعمل لها لايننج تمام على الرو اريا علشان ما تلزقش في بعض تاني لان رو اريا قصاد رو اريا هيحصل هيلينج فانا بجيب سكين جرافت واعمل بولايننج مكان الرو اريا مكان الفايبرس تيشو اللي انا شلتها ده لو الثيكنس اكتر من 1 سنتيمتر ده اللارينجو فيشر تمام. طيب نيجي بعد كده بنقول ليه اللارنجال ستينوس مور كومن لان بالحمراء دي قلت لك علشان حوادث العربيات زادت والتقدم في الرعايات المركزه زاد تمام وبالتالي اللارنجال ستينوزس زاد جامد لان الكومنست كوز برونج كافد اندوتراكيال انتوبيشن في الاي سي يو في الرعايه المركزه. موضوع اللارنجوسيل
رينجوسيل كلمة سي يعني تكيس كيس سيستيك اكسبانشن اوف ذا لارينجيال ساكيول هو لارينجيال ساكيول بص بقى او سيستيك هرنيشن ده الفول سكورد وده ترو كورد ده الفول سكورد وده ترو كورد السبيس ده اللي بين الفولس والترو كورد اسمه فنتريكل على فكره الفنتريكل ده واسع من ورا ضيق من قدام كل ما تروح لقدام لان الفوكال كورد جايين كده تمام لغايه ما يركت مع بعض عند الانتروكوميشر فكل ما تروح لقدام الفنتريكل دي الجزء الضيق اللي في الاخر خالص ده اسمه الساكيول يعني الجزء الضيق اللي من الفنتريكل هرسمه لك لاترال فيو اعتبر دي الانجل بتاع الثايرويد اللي هي اتاتشد ليها الفوكال كورد فاكر يعني الفوكال كورد دي الثايرويد ايه ليمين وايه لشمال دي الانجل اتاتشد من هنا الفوكال ليجامنت الستيريو سيرفيس اوف ثايرويد انجل تمام فاعتبر دي الثايرويد انجل هرسم ناحيه واحده ده الفوكال كورد او ناحيتين اهو ده الفوكال كورد اليمين وده الفوكال كورد الشمال تمام فوقهم الفولس كورد هرسمهم بالاخضر ده مثلا الفولس كورد وده الفولس كورد الحته دي بقى الزرقاء دي اسمها الفنتريكل فنتريكل تمام شكلها عامل ازاي اذا كان اسمها ساكيول اسف ساكيول شكلها عامل ازاي بص كل ده فنتريكل وبعدين يجي الاخر ويضيق ويعمل كده ده الساكيول وده كل الفنتريكل ده الفنتريكل يبقى كل ده فنتريكل والانترو اكستنشن بتاعه عند الثايرويد كارتليج اسمه ساكيول عامل زي بالونه صغيره ساكيول كلمه لارينجوسيل بقى الساكيول ده قاعد يتنفخ يتنفخ اهو يتنفخ 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 لغايه ما طلع كده تمام يبقى ده سيستيك هرنيشن اوف ذا لارينجيال ساكيول اللي هو الانترو اكستنشن اوف ذا فنتريكل تمام فلما قعد يتنفخ بص للصوره دي بص للصوره دي اهي بص اتنفخ بقى انترنال لارينجوسيل نفخ الاريق بجلوتك فولد على فكره ده الاريق بجلوتك فولد وده الاريق بجلوتك فولد نفخه اهو يبقى ده انترنال لارينجوسيل طلع فوق الثايرويد كارتليج ما بين الثايرويد والهايرويد عدى من الثايرويد من برين زقه يبقى ده اكسترنال لارينجوسيل يبقى اللارينجوسيل فيه اكسترنال وفيه انترنال وممكن كومبايند الاثنين تمام يبقى اذا ده عباره عن ايه اللارينجوسيل سيل يعني تكيس هرنيشن او سيستيك هرنيشن اوف ذا انتيرو اند اوف ذا فنتريكل اللي هي الساكيول يا اما تحت الميوكوزا اوف ذا لارينكس على الاريب لوتوك فورد يبقى انترنال يا اما يطلع من الكريكو ثايرويد من برين يبقى اكسترنال لارينجوسيل ده بيجي لمين بيجي اللي بيحزقه كتير تمام بالذات يبقى اذا سيستيك اكسبانشن او سيستيك هرنيشن اوف ذا انتيريور اند اوف ذا فنتريكل اللي هو الساكيول تمام هو ده اللارينجوسيل الكوزس بتاعه انكريز في الانترا لارينجيال بريشر الحزم ممكن يكون كونجنتال احيانا بيكون كونجنتال ويكنس وممكن يجي اكوير ده ريبيتد ستريننج زي مين الجلاس بلاور بتاعه زمان نافخي الكير تمام والبلايرز بتاع الويند انسترومنت بتاع المزيكا اللي بيضربوا مزيكا كتير اللي هو كانوا بينفخوا زمان المزيكا بتاع زمان وما زالت لغايه دلوقتي النفخ فتلاقيه هو بينفخ تلاقي حصل انبعاج هنا مين اللي عنده لارينجوسيل نورمال الضفدع وبعض انواع القرود اللي هو صوته بيرن في اللارينجوسيل بتاعه تلاقي القرد وهو بيصوت في الغابه بعض انواع القرود تلاقي عنده لارينجوسيل هنا الضفدع تلاقيه وهي بتكركر بصوتها تلاقي عندها لارينجوسيل سبحان الله اللارينجوسيل نحن نفتخر كمصريين ان لارينجوسيل لاول مره في العالم يتم اكتشافه داخل مصر في حمله نابليون بونابرت على مصر كان جايب معاه اطباء في الحمله بتاعته فلاحظوا ان الناس اللي بيطلعوا يدانوا على المدنه ما كانش فيه ميكروفونات فكان بيطلع يدان على المدنه فهو بيدان على المدنه الراجل بيحزق فبيروح طالع له بالونه هنا بيطلع له لارينجوسيل تمام دي اكتشفوها في مصر هو بيدان جامد وهو على المدنه هي المدنه اتسمت مدنه ليه؟ علشان بيدانوا عليها يقوم يسمعوا كل القريه او كل المدينه او كل المنطقه اللي هو فيه فكان يقعد يحزق جامد وبالتالي بيحصل لهم لارينجوسيل يعني هي بتيجي للناس اللي بيلعبوا مزيكا او بيزعقوا بيحزقوا كتير تمام؟ الانواع بتاع اللارينجوسيل قلت لك يا اما انترنال يا اما اكسترنال
تمام. الانترنال بيزق الاريب جلوتك فولد اهو، ده الانترنال. الاكسترنال بيزق الثيرويد ممبرين، دي الهايويد ودي الثيرويد كارتليج، بيطلع ما بين الثيرويد والهايويد ثيرويد ممبرين. تمام. الكلينيكال بيكتشر بتاع اللارينجوسير هيعمل هورسنس. ليه هورسنس؟ اصل هو نفخ فوق الفوكال كورد، لكن اثر على الفوكال كورد نفسه وهو مغطيه، فالفوكال كورد مش عارف يتحرك اللي هو ناحيته، وبالتالي هيعمل هورسنس اوف فويس. ممكن لما يكبر قوي الانترنال لارينجوسير يقفل الاير واي، سترايدور قفل الاير واي، يبقى هورسنس وسترايدور ونيك سويلنج. ما تنساش الاكسترنال لارينجوسير يعمل نيك سويلنج. تمام. النيك سويلنج ده هرنيا زي اي هرنيا، عامله زي الفرنجيال باوتش لو انت فاكرها، زينكرز داي فيرتيكولوم. يعني ايه؟ يعني سيستيك كومبريسابل بتزيد بالكافنج والستريننج. تمام. سيستيك كومبريسابل وبتزيد بالكافنج والستريننج، ده اللارينجوسير اللي هو الفنتريكل انترو اند بتاعه حصل له هرنيشن. التريتمنت بتاعه ايه؟ والله يا دكتور الانترنال لارينجوسيل اللي هو اللارينجوسيل الداخلي ده ممكن اشيله بالمايكرو لارينجو سيرجري. هدخل المنظار من هنا، تمام، واشيل كل ده. تمام. ده الانترنال لارينجوسيل، مايكرو لارينجو سيرجري واشيله ليزر اور كونفنشنال، ويفضل ليزر. اما الاكسترنال لارينجوسيل لا، يتشال من بره، يتفتح له من بره، اللي هو ده هيتفتح له من بره وتشيله. طب ولو كومبايند لارينجوسيل، ممكن تفتح له من بره تشيل الجزء اللي بره، ومن جوه تشيل الجزء اللي جوه، كومبايند ابروتش. تمام. يبقى اذا ده موضوع اللارينجوسيل، سيستيك اكسبانشن اوف ذا انتيريو اند اوف ذا فنتريكل، سيستيك هرنيشن. سترايدور السيمتوماتولوجي بقى بتاع اللارينجز، اول سيمتوم سترايدور. سترايدور اللي هو ده، ده عباره عن لازم الديفينيشن اوف سترايدور، اللي يتسال الديفينيشن اوف سترايدور وما يعرفش يجاوب في الامتحان يسقط، ما ينفعش، لان عينك مات خلاص ما عرفتوش. سترايدور difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction، الكلام ده قلناه واحنا بنشرح الاناتومي والفيسيولوجي بتاع اللارينجز. يبقى difficulty ونويزي وبارشال، لازم ثلاث كلمات مهمين جدا، difficulty ونويزي وبارشال. upper airway obstruction ايه هو؟ الابر ايروي لارينج زائد او ناقص التراكيه. ونقعد نقول انواع الاسترايدور، الصوت جمع الانسبيريشن لو الانسداد جلوتك او سوبرا جلوتك، الصوت جمع الاكسبيريشن لو اكسبيراتوري لو برونكيال، الصوت جمع الاثنين باي فيزيك لو سب جلوتك او تراكيه. لازم الكلام ده يتقال لو جالك سؤال استرايدور. ايه كوزس اوف استرايدور بقى؟ كونجنتال، انا وصلت للسيمتومز، وبالتالي احنا هنجمع الديزيز اللي خدناها قبل كده بقى، احنا خلاص خلصنا اللارينكس. تمام. يبقى اذا السيمتومز هنجمع الديزيزز. ايه اسباب الاسترايدور؟ كونجنتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينياس. كونجنتال، ايه كونجنتال ديزيز اللي خدناها اللي تعمل استرايدور؟ كلهم، تعدي لي كل الكونجنتال ديزيزز. اللارينجوماليشيا كان بيعمل انسبيراتوري استرايدور، الكونجنتال ويب، السبجلوتيك ستينوس، السبجلوتيك هيمانجيوما، لارينجو تراكيوس فيجال كريفت، فوكال كورد باراليسيس، لارينجيال سيست، يتعدوا ويتقال الديفينيشن بتاع الحاجات المهمه بالذات اللارينجوماليشيا والويب. تروما، ويتقال لارينجوماليشيا ذا كومونست كونجنتال انومالي. تروماتيك كلهم طالما داول اير واي هيعمل استرايدور، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، وتعدهم لي. الانفلاماتوري بس تعدهم لي اسماء انيوميريشن. الانفلاماتوري اكيوت نون سبيسيفيك زي الاكيوت نون سبيسيفيك لارينجايتس، وتقول لي الاربعه اس. ليه الاكيوت لارينجايتس تعمل استرايدور في الاطفال وما تعملش في الكبار؟ تمام، علشان السبجلوتيك ايديما، علشان الاربعه اس. تمام. اكيوت ابيجلوتايتس وتقال الديفينيشن بتاعها، اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس وتقال الديفينيشن بتاعها، اكيوت سبيسيفيك زي الدفتيريا، كوراين بكتيريوم ديفتيريا اسمها الخناق اصلا، بتخنق بسيلو ممبرين، وبعدين كرونيك اللي هي جرانيولوما، كرونيك سبيسيفيك جرانيولوما، وتعدهم لي. اللارينجو سكليروما تيجي سبجلوتيك، تعمل سبجلوتيك ستينوزس. التي بي يجي في البسترو بارت اوف ذا لارينكس في الانتر اريتينويد. السيفيليس سيفيليتيك لارينجايتس تيجي في الانترو بارت اوف ذا لارينكس. والليبروزي ليبروميتس لارينجايتس تيجي في الانترو بارت اوف ذا لارينكس زي السيفيليس. تمام. يتقال الكرونيك سبيسيفيك، مش منطقي انك تقول لي الكرونيك نون سبيسيفيك، لان الكرونيك نون سبيسيفيك مش هتعمل استرايدور، كان كلنا جالنا استرايدور، يعني لا السنجرز نود اللي هي لوكالايزد، لا السنجرز نود ولا البوليب ولا اليوكوبليكي هتعمل استرايدور، كل ده يعمل هورسنس. تمام. الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس، اي نعم، الفوكال كورد نفخه، ولكن جراديوال، ده كرونيك من الابيوز اوف فويس، من السموكينج، من الكلام ده، وبالتالي ما تعملش استرايدور. اللي يعمل استرايدور الكرونيك سبيسيفيك جرانيولوما، جرانيولوماتا. نيوبلاستيك،
بناين تيومر زي المالتيبل جوفينايل بابيلوماتوس ان تشيلدرن او لارج بابيلوما لارج سنجل بابيلوما ان ادلت ده البناين. ومالجنت كانسر لارينكس كارسينوما وبستراكتنج الاير واي تمام هيعمل استرايدور. ميسيلينياس اللي هو لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاستيك زي ايه؟ البايلاترال ابداكتور فوكال كورد البايلاترال فوكال كورد باراليسز اللي احنا قلناها تمام ابداكتور اللي هم مش عارفين يعملوا ابداكشن وبالتالي الاثنين في الباراميديان بوزيشن الشنك 4 مللي يبقى البايلاترال ابداكتور فوكال كورد باراليسز. لارنجيال ايديما خدناها دلوقتي لارنجيال ستينوس سبيشالي سبجلوتيك يبقى دي اسباب الاسترايدور. ان جنرال ان بي ان تشيلدرن لازم تتقال معايا يعني بعد ما تقول له كل اسباب الاسترايدور تقول له ان بي ان تشيلدرن. لو قال لك اسباب الاسترايدور ان تشيلدرن يبقى ان تشيلدرن بس. لو قال لك الاسترايدور وسكت يبقى تكتب اسباب الاسترايدور وكمان ان بي ان تشيلدرن. هي دي ان تشيلدرن كوز اوف استرايدور ان تشيلدرن. تاني بعد ما كتبت الاسترايدور العادي هقول ان تشيلدرن ده لو جالي السؤال. ان جنرال كوز اوف استرايدور ان تشيلدرن كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس. هنختار هنا الاسباب اللي اكتر ان تشيلدرن زي ايه؟ كونجنتال كلهم ما الكونجنتال ديزيز تيجي في الاطفال تمام. بس هتقول لي الديفينيشن بتاع اللارينجوماليشيا هتقول لي الديفينيشن بتاع اللارينجيال ويب لان دي حاجات مهمه. طيب التروماتيك وتقول لي عناوين الباقيين اللي هي سبلوتيك هيمنجيوما وخلافه. التروماتيك التروما اللي في الاطفال ايه؟ فورم بودي انهاليشن طبعا فورم بودي في الاير واي معايا. طيب كوروسيف لارنجايتس فاكر لما قلت لك ولد بلع بطاس البطاق الماده الكاويه وهو معديه على الابيجلوتس والسوبر جلوتيك ايه حصل لارنجيال اديما معايا. انفلاماتوري كل الاكيوت. الكرونيك اللي هي الجرانيولوما عم تعمل استرايدور ده كرونيك يعني بتاخد سنين هيكون الواد كبر وبقى ادلت. احنا دلوقتي بنتكلم على كوز اوف استرايدور ان تشيلدرن يبقى كل الاكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. ولو ما كتبتش الاربعه اس بتاع الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس ليه الاسترايدور في الاطفال ليه الاكيوت لارنجايتس في الاطفال تعمل استرايدور وما تعملش في الادلت هتكتبها هنا لو ما كتبتهاش ان جنرال. يبقى اذا الاكيوت لارنجايتس نون سبيسيفيك لارنجايتس اكيوت بجلوتايتس اكيوت لارنجوتراكيو برونكايتس واللارنجيال ديفتيريا ده الانفلاماتوري. برضه الانفلاماتوري ما تنساش حاجه كومن قوي وتعمل استرايدور كومن انها تعمل استرايدور لكن الديزيز نفسه مش كومن اللي هو اكيوت ريتروفارنجيال ابسس يجي الاطفال تمام ويدوس على اللارنكس لكن ده مش الكومنست كوز ولا حاجه. الكومنست كوز اوف استرايدور ان تشيلدرن اكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس. نيوبلاستيك مش منطقي انك تقول لي نيوبلاستيك في الكوز اوف استرايدور ان تشيلدرن كانسر لارنكس لان الاطفال ما بيجيلهمش كانسر لارنكس سيبك من الاكسبشن اللي انا ذكرته قبل كده لكن الاطفال ما بيجيلهمش كانسر لارنكس. امال يجي لهم ايه في نيوبلاستيك؟ مالتيبل جوفينايل بابيلوماتوزس ريكيرنت ريسبيراتوري بابيلوماتوزس مش كده؟ ميسيلينياس ميسيلينياس في الاطفال وتعمل استرايدور زي ايه؟ لارنجيزماس استريدولاس مرض في الاطفال ده بيحصل لارنجيال سباز ديو تو كالسيوم ديفيشنسي. مش انت خدت التيتاني اللي هو الكالسيوم ديفيشنسي اللي بيعمل كاربوبيدا سبازم في الفسيولوجي الايد اللي شكلها غريب دي تمام؟ طب ما هو نفس الكلام بيعمل سبازم في اللارنكس لان اي كالسيوم ديفيشنسي بيعمل سبازم في المصل فيعمل سبازم في اللارنكس بتاع النيونيتس واحد مولود بكالسيوم ديفيشنسي والتريتمنت بتاعه كالسيوم جلوكونيت اي في انترافينوس سلولي سلولي لان بيعمل براديكارديا تمام؟ ده اللارنجيزماس استريدولاس اللي هي تيتاني في اللارنكس. لارنجيال ايديما في الاطفال باي سبب؟ بايلاترال ابداكتور فوكال كورد باراليسيس في الاطفال ممكن لاي سبب ده كوز اوف استرايد تشيلدرن اللي احنا قلناهم. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الابر ايروي اوبستراكشن. واحد وانت قاعد في الحوادث بتاع الاي ام تي داخل لك يعمل لك مخنوق قول لي ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه اللي هيخلي الاسترايدور يموت؟ ايه البرزنتيشن بتاع العيان؟ كلينيكال بيكتشر اوف ابر ايروي اوبستراكشن. تسع حاجات يكونوا محفوظين. اول حاجه العيان ده جاي لك باسترايدور ويتقال يعني ايه استرايدور؟ difficulty noisy breathing due to partial upper airway obstruction لازم partial لو كومبليت العيان مات ما طلعش صوت اصلا تمام؟ ده الحته الاوبستراكت دي اللي بتفايبريت هي اللي مطلعه الصوت يبقى استرايدور. دي اول حاجه نمره واحد. نمره اثنين واحد جاي لك الحوادث مخنوق يا اخي لازم يبقى قلقان على نفسه عنده irritability restlessness وفاتيج عمال يعافر جاي من بيتهم على رجليه او وات ايفر حتى راكب تاكسي المهم جاي عمال يعافر بيتخانق علشان ياخد نفس فبيعمل ايفورت بيبذل ايفورت فيجي لك تعبان خلصان يبقى irritability قلقان على نفسه
ريستلسنس فاتيج. العيان عنده تاكي كارديا، الهارت ريت يزيد عمال ليه؟ لان القلب عايز يعوض الاكسجين القليل، فالهارت ريت عمال يزيد. تمام، رابيد ويك بالس، تاكيبنيا رابيد شالو ريسبيريشن، اللنج عايزه تعوض مش واصل لها اكسجين، بس ما بياخدش ريسبيريشن للاخر، ولكن رابيد اديشال يبقى تاكيبنيا، يبقى تاكي كارديا او تاكيبنيا. يبقى 2 3 4 وركينج الى نزاي. يعني ايه الى نزاي؟ الحته دي اسمها الى نزاي. تمام، عماله تفتح النيزل فالف جامد علشان تدخل هواء كتير، وركينج الى نزاي. تمام، 6 ريتراكشن او ريسيشن للسوبرا ستيرنال، للسوبرا كلافيكولار، للانتركوستال والسب كوستال سبيسز. ده السوبرا ستيرنال، سوبرا كلافيكولار سبيس، الانتركوستال سبيسز والسب كوستال سبيس. ليه بيحصل ريتراكشن؟ تدخل لجوه، تتشفط لجوه، لان في نيجاتيف انتراثراسك بريشر، مش في انسداد، هو عايز يباي باص الانسداد ده فبشفط جامد، ففي نيجاتيف انتراثراسك بريشر، فمش عارف يشفط هواء فيروح شافط دول معايا. يبقى ده يدخل لجوه سوبرا ستيرنال سبيس، سوبرا كلافيكولار سبيس، انتركوستال سبيس والسب كوستال اريا، كل ده يدخل لجوه بالنيجاتيف انتراثراسك بريشر. تمام، يبقى ريتراكشن او ريسيشن للسوبرا ستيرنال، سوبرا كلافيكولار، انتركوستال وسب كوستال سبيس. طيب، وعلشان النيجاتيف انتراثراسك بريشر ده اللي شفط السبيسز ده، طب ما هيشفط الدم من الهيدن نيك، فتلاقي النيك فينز انجورجد قد كده اهو، كونجستد انجورجد نيك فينز. ليه؟ علشان النيجاتيف انتراثراسك بريشر بيشفط الدم من الهيدن نيك، فتلاقي كل فين تخن كده عنده، حتى الانتيرو جاجولار فين تلاقيه منفخ معايا، يبقى كونجستد انجورجد نيك فينز. دي كده، دي 6، دي 7، دي 8. اخر حاجه وقبل ما سترايك ذا باكيت، الاجانب يقول لك سترايك ذا باكيت، العين باست، العين مات، اللي هو قبل ما يموت على طول كان الهارت ريت عالي، بريديكارديا، يبتدي الهارت ريت يقل، بيحضر لانه هيقف هيموت، بريديكارديا، وبعدين يحصل ساينوزس. عارف لو انت شفت ساينوس على عيان قدامك من 3 ل 6 دقائق ما لحقتش تعمل له تراكيوستومي، العين فيص منك مات، يبقى اذا ده ليت ساينز، بريديكارديا اند ساينوزس. السيستمز بتبتدي تفيل في الفانكشن بتاعتها، فيحصل سلوينج في الهارت ريت، الموتور بدا يعطل. تمام، بدايه بيقدم لانه هيقف، وبعدين ساينوزس زرقان. يبقى اذا العيان جاي لك سترايدور، اريتابيليتي وريستليسس وفاتيج، تاكي كارديا، تاكيبنيا، وركينج الى نزاي، وركينج اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن، نسيتها في النص، اللي هي 5، وركينج اكسسوري. ايه الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن؟ اي ماسل اتاتش للثراسيك كيج غير الانتركوستال والدايفرام. الريسبيراتوري ماسل هي الانتركوستال والدايفرام. اي ماسل اتاتش للثراسيك كيج غير الانتركوستال والدايفرام هتبتدي تشتغل، اللي هم اكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن. تمام، زي ايه؟ الرومبويدز، اللاتيسماس دورساي، بكتوراليس ميجور، سريتاس انتيريور، كل العضلات اللي اتاتش للثراسيك كيج يشتغلوا. علشان كده تلاقي العيان داخل لك عامل كده، بارك على الشيزلونج او بارك على المكتب بتاعك وهو بيكلمك، بارك كده زي الكلب، استغفر الله العظيم، يقول لك دوك ان باركينج بوزيشن. ليه؟ علشان يفتح الثوراكس. انت تملي تلاقي الحته دي اللي عنده انفيزيما، اللي بيدخن كتير وعنده انفيزيما، تلاقي ماشي عامل كده. تمام، انت تكون فاكر انه نافش ريشه، لا هو مش نافش ريشه، هو فاتح الثوراكس بتاعه اللي هو مشغل الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن، اللي هي اي ماسل اتاتش للثراسيك كيج علشان ياخد نفس كويس. تمام، يبقى دول التسع حاجات. همثل لك الصوره، انت قاعد في اوضه الحوادث في امانه الله، في عز البرد بالليل الساعه 2 3 الفجر، ونايم تحت البطانيه على شيزلونج العيانين. تمام، وبعدين لقيت باب اوضه الحوادث اللي على النيل ده اللي في اوضه الاي ان تي، لقيت العيان بيخبط عليك بالظبط كده. انا بحكي لك المواقف اللي كانت بتحصل لنا واحنا نواب، تلاقيه بيخبط بايدتين الاثنين جاي منتهي ريسيس وريتابيليتي وفاتيج، فاتيج ده لانه عمال يعافر علشان ياخد نفس، وانت نايم سمعت صوت، هو ده الاسترايدر، والعيان عمال يخبط ريستنسس ريتابيليتي وفاتيج. تمام، دخل لك
عنده كارديا، عنده كبنيا واكسسوار ماسل اوف ريسبيريشن. اول ما دخل راح نايم لك كده على المكتب بتاعك. دوج ان ا باركينج بوزيشن، دوج ان ا باركينج بوزيشن، بارك زي الكلب علشان يشغل الاكسسوري ماسل اوف ريسبيريشن بتاعه. عنده ريتراكشن للسوبرا ستيرنال والسوبرا كلافيكولار والانتركوستال والسبكوستال سبيسز. النيك فينز بتاعته كونجستد مليانه دم علشان النيجاتيف بريشر في الثوركس عمال يشفط الدم. واخيرا براديكارديا اند ساينوزس، الحق واعمل له تراكيوسكوبي. اخر ايتم في السيمتوماتولوجي اللي هو الهورسنس في المحاضره، الهورسنس اوف فويس او الديسفونيا. واحده بتغنى اهي، ديسفونيا او هورسنس اوف فويس. يعني ايه كلمه هورسنس؟ rough quality، صوت سيء، low pitch، تخين، due to one or more of three factors. يا حاجة عاملة impairment للtension، يا حاجة عاملة impairment للvibration، يا حاجة عاملة impairment للabduction بتاع الفوكال كورد. فاكر لما قلت لك علشان تتكلم كويس أول محاضرة في اللارينكس، تمام؟ المحاضرة رقم 21، علشان تتكلم كويس لابد من توافر ثلاث عناصر. أولا الفوكال كورد يكونوا abducted، قافلين على بعض، تمام؟ لو failure of abduction تعمل hoarseness. لازم يكونوا تنس مشدودين، وتر العود لما يرخي الصوت يطلع خشن، يبقى لازم يكونوا ابدكتد تنس فايبريتنج، الاكسبايرد اير يطلع يهزهم. لو حصل فيلير للابدكشن او الفايبريشن او التنشن يجي لك هورسنس اللي هو رف كواليتي لو بيتشد فويس ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز، فيلير اوف تنشن او ابدكشن او فايبريشن، كانسر وثبت الفوكال كورد في مكانه يجي لك هورسنس. تمام، اسمع الصوت ده كده، ده واحد عنده فوكال كورد بوليب، اسمع الصوت ده كده. لان الفوكال كورد مش قافلين على بعض. تاني تاني، لو بيتشد رف كواليتي. شوف بعد ما البوليب اتشال هتلاقي ناعم، ايه بيغني، شايف الصوت، ايه، لان مفيش حاجه. لكن اثناء وجود البوليب كان في فيلير اوف ادكشن. طيب يبقى اذا rough quality low pitched voice due to one or more of three factors، يا حاجه عامله failure للتنشن يا الادكشن يا الفايبريشن. ايه اسباب الهورسنس او الديسبونيا؟ احنا بنتكلم دلوقتي على سيمتوماتولوجي، سيمتوم. يبقى طالما سيمتوم يبقى نعد كل الديزيز اللي خدناها، congenital، traumatic، inflammatory، neoplastic، miscellaneous. ولا تنسى lesion affecting the vocal cord تعمل هورسنس، lesion affecting the airway تعمل stridor، ليجن افكتنج الاثنين تعمل هورسنس زائد سترايدور. دلوقتي الكونجنتال زي ايه؟ اختار اللي افكتنج الفوكال كورد زي الويب، اللارينجو ماليشيا ما كانش فيها هورسنس during الاكسبيريشن اللارينكس نورمال، تمام، بيكولابس مع الانسبيريشن بس. السبجلوتيك هيمنجوما ما كانش فيها سبجلوتيك، سبجلوتيك ستينوس ما كانش فيها هورسنس برضه، وهكذا معايا. يبقى اذا الويب ولو لارنجيال سيست وصل للكورد مثلا، تروماتيك كلهم ميكانيكال وكيميكال وفيزيكال افكتنج الفوكال كورد، انفلاماتوري كلهم، تخيل اكيوت وكرونيك، سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، وتقعد تعدهم لي. انت قلت لي الاكيوت لارنجيتس تعمل سترايدور اكتر في الاطفال، بس كمان هتعمل هورسنس، ده ما في اديما في الميوكوزا بتاع الفوكال كورد، تمام، وبالتالي دي كلهم اكيوت وكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك، تعدهم لي. نيوبلاستيك بيناين او مالجنانت تيومر من الكورد او لازق في الكورد، يعني السنجل بابلوما تعمل هورسنس، المالتيبل جوفينايل بابلوماتوس تعمل هورسنس، بس سترايدور سيمتوم اهم لانها مالتيبل فبتقفل الاير واي، لكن تعمل برضه هورسنس. كذلك الكانسر لارينكس مضايق الاير واي هيعمل هورسنس، انا اسف، كانسر لارينكس ريتشنج للفوكال كورد هيعمل هورسنس. فاكر لما قلت لك جلوتيك كارسينوما لها احسن بروجنوزس علشان الايرلي سيمتوم هورسنس حتى لو كارسينوما انسايتو. Miscellaneous. اليونيلاترال فوكال كورد باراليسيس تعمل هورسنس، البايلاترال كانت بتعمل سترايدور، بايلاترال ابدكتور فوكال كورد باراليسيس، اليونيلاترال يعمل هورسنس لان الفوكال كورد الباراليزد مش عارف يجي في الميد لاين علشان يقابل اخوه. كريكو اريتينويد جوينت ارثرايتس، الكريكو اريتينويد جوينت ده جوينت زي اي جوينت، سينوفيال جوينت معايا، كان بيتحرك بيفوت وسلايدنج، حصل له ارثرايتس ممكن يجي هورسنس. لارنجيال إديما كانت بتعمل هورسنس وبتعمل سترايدور. ممكن في حاجة اسمها هيستيريكال هورسنس، واحد زعلان أو حاجة فتلاقي صوته جاله بحة لأن الفوكال كورد حصل فيه سبازم، وبالتالي المصل نفسها حصل فيها سبازم زي سبازموديك ديسفونيا والحاجات دي، فممكن تحصل هيستيريكال سايكولوجيكال،
معايا؟ يبقى الهورسنس يا كونجينيتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا ميسيلينياس، وتختاري الاسباب اللي واصله للفوكال كورد ده الهورسنس. كده خلصت محاضره النهارده. الحمد لله.